بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. في القضايا الجاده لابد ان يكون الحوار مع الناس الجاده. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. هي بالفعل في التوقيتات المهمه جدا لابد من الشخصيات الاهم، عشان كده يا باشمهندس يسعدنا ان يكون ضيفنا الكبير اليوم دكتور عبد المنعم عمارة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السابق والمسؤول الأول عن الرياضة في واحدة من أهم فترات تاريخ الرياضة المصرية. أهلا بك دكتور. أنا سعيد بالصديق القديم طبعا القيعي عادل إمام، لما قابلني يقول لي صديقي القديم. فأنا بقول لي باشمهندس عادل الصديق القديم، وأنت صديق القديم الجديد طبعا، يعني برضه أنا لينا كل الاعتزاز، يعني لينا كل الاعتزاز. سعيد وفخور إن أنا دكتور عمارة. الأول لازم أشكرك، اعلم ان انت ما بتسهرش وانك بتكون في السرير الساعه 11 نايم، وان كمان عندك برد، فكونك تتحامل وتجيلنا دي كبيره قوي عندنا. والله انا زوجتي العزيزه حاولت تثنيني عن الحضور. قلت لها انا ما اقدرش لاسباب عديده. اولا انا ضعيف قدام عدل القيعي. يعني قلت لها ده حقيقه يعني. وانا وقعدت، وبعدين الاستاذ امين ابراهيم العنيسي برضو كلمني وراجل الح، فانا ما اقدرش اروح، لازم اروح. فانا جيت محبه فيكم، وطبعا محبه النادي الاهلي، انا عشت في النادي الاهلي وكلت في النادي الاهلي واستحميت في النادي الاهلي. دي المفاجات الكبيره اللي هتشوفوها حضراتكم النهارده في لقائنا مع الدكتور عبد المنعم عمارة. لكن في البدايه خلينا ننعي الى جماهير الكره المصريه عامه وجماهير نادي الزمالك بالخصوص رحيل لاعب الزمالك الشاب علاء علي الذي وفاته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض اللعين. تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان. علاء علي واحد من اللعيبة الشبان اللي كان بادئ بداية باشمهندس واعدة جدا، كان يمضي بموهبة كبيرة. والله لكن فجأة على المستوى الشخصي أنا أقول لك سر، هذا اللاعب تمنيته في النادي الأهلي. حقيقي. كنت أراه لاعب مؤثر جدا، على خلق جدا، عنده مهارات، بيشوط وهو بيجري وكرة تحت رجله، وكل مكان راح فيه ساب بصمة هائلة. وما عرفتش انه كان عيان، انا كنت مستغرب من الاختفاء بتاعه الا النهارده لما انا فوجئت الحقيقة. كان رحمة الله عليه مريض بالسرطان لفترة قصيرة، صغير قوي، عانى فيها 31 سنه. رحمه الله عليه، رحمه الله عليه. حلقه النهارده من الحلقات المهمه جدا زي ما قلنا لحضراتكم في البدايه، جزء كبير منها هيكون الدكتور عبد المنعم عمارة هيمتعنا بكل اراءه ووجهات نظره في قضايا وملفات مهمه جدا. وفي الجزء الثاني طبعا هنطمنكم على اخر اخبار النادي الاهلي وايضا اخبار الكره المصريه عامه. وخلينا نقول المنتخب الاولمبي النهارده استطاع تجاوز محطه صعبه جدا في التصفيات الاولمبيه المؤهله إلى دورة طوكيو، وفاز على غانا 3-2 واقترب كثيرا من حجز تذكرة السفر إلى طوكيو، يمكن دخل نصف النهائي. فنتمنى له التوفيق إن شاء الله. عنده يوم الخميس مباراة مهمة وأخيرة في المجموعة مع الكاميرون. لكن ترحيبا بالدكتور عبد المنعم عمارة نشوف هذا التقرير الصوتي عن وزير الرياضة السابق. أصغر المحافظين سنا في تاريخ مصر الحديث، هو أكثر من تولى أرفع المناصب على المستويين السياسي والرياضي، صاحب فكر متقد وقلم رشيق. إنه الدكتور عبد المنعم عمارة، أحد أهم شخصيات محافظة الإسماعيلية في النصف الأخير من القرن الماضي. ولد عبد المنعم عبد الحميد عمارة بمدينة الإسماعيلية في 2 يونيو عام 37. حصل على ليسانس الأداب قسم الفلسفة من جامعة عين شمس، ثم حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة قناة السويس عام 93. اعتمد عليه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في أولى تجاربه بتعيين محافظين من الشباب، فكان عمارة أصغر من تولى هذا المنصب وأول محافظ من أبناء نفس المحافظة في تجربة حققت نجاحات باهرة.
ما لا يعرفه الكثيرون أن عبد المنعم عمارة كان أحد لاعبي الأهلي في الكرة الطائرة خلال حقبة الستينيات. عن انضمامه للأهلي كتب في أحد مقالاته: كان خبر ضمي للأهلي من أجمل الأخبار التي سمعتها في حياتي. فعلاً اللعب للأهلي شرف كبير، الحياة داخل النادي في الجزيرة كانت حلماً جميلاً. من أشهر تصريحاته: أشجع الإسماعيلي، أعشق كيان الأهلي، 4 عقود في خدمة الوطن. جسدت شخصية عبد المنعم عمارة الفريدة لتكون سبباً في ارتقائه لأرفع المناصب السياسية والرياضية المتمثلة في رئاسة لجنة التهجير، عضوية مجلس الشعب عن الإسماعيلية، ثم عن مدينة نصر، محافظ للإسماعيلية ورئيس المجموعة البرلمانية لمحافظات القناة، رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة والمكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب في نفس الفترة، رئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة لقارة إفريقيا، الحصول على العديد من الجوائز الدولية والأوسمة من رئاسة الجمهورية. إنه عبد المنعم عمارة اسم ينحني له التاريخ تقديرا واحتراما. لكل هذا الثراء الفكري والشخصي والسياسي، محدش واخد باله من الحتة دي، كان حرصنا أن يكون ونحن نناقش قضايا جادة، وقررنا أن نفتح الملفات الجادة مع شخصية كانت مؤثرة إلى حد كبير في الحياة الرياضية. دكتور عمارة، الأول نصوب معلومة، حضرتك كنت جامعة القاهرة مش عين شمس. لأن أنا بزعل بموت في جامعة القاهرة. القاهرة. كلنا قاهرة. القاهرة. وأعرف إنك كمان كنت من المتفوقين جدا. والله كنت لازم أبقى معيد بس. الفيلسوف والدكتور والوزير. أيوه. والرياضي. دكتور عمارة، يعني المشهد الرياضي يعني سمك لبن تمر هندي، وكل ما جيلنا امل ان والله ده في اراده ان احنا ناس بتوعدنا بانها هتصوب، نلاقينا ماشيين على نفس قضبان القطر القديم. حضرتك شايف المشهد ازاي زي ما احنا شايفينه، ولا ليك حتت كده عايزين؟ لا انا بالعكس، انا مقتنع بحياتك بتقول، وحتى انا كاتب كلمه النهارده في مقالتي. صحيح. بقول ازمه الرياضه في مصر عرض مستمر. يا ريت نكتب على سطر ونسيب سطر. مشكله. متفقين يعني. مشكله يعني. انا كنت مسؤول عن الشباب والرياضه. ايوه. الشباب حاجه صعبه جدا، وملايين الشباب، لكن كانش واخده مني جهد كبير زي مشكله صغيره تحصل في الرياضه، كره القدم. مشكله بالاهلي والزمالك، مشكله بالاسماعيلي والاهلي، اي حاجه من المشاكل، لان حتى الشباب متاثر بيها. بالظبط. فكانت يعني ولا زالت مستمره يا باشمهندس عدلي من ايام اقرا المستكاوي واقرا الناس. نفس المشاكل. مجيد نعماء، هم ونفس المشاكل ستيل انت شغال فيها. يعني فيش السيركل زي ما بيسموها، حلقه مفرغه عماله تلف فيها على طول. ايه الصعوبه في ان احنا نعالج هذا الامر يا فندم؟ الصعوبه، فاكر الاستاذ سعيد حشمت؟ مرة بنتكلم في الموضوع، قال لي يا اخويا انتوا دوشنا، اشمعنى الرياضة؟ هو المرور كويس؟ هي الصحة كويسة؟ هي المدارس كويسة؟ اشمعنى الرياضة عايز تبقى كويسة؟ انت عايز يعني ايه؟ تنكت الحاجة، تنكت. ايوه، بس في مجهود بينكت في حاجات كتير جدا ويجي عند الرياضة برضو. بص يا باشمهندس عدلي، انا مثلا كافحت كثيرا عشان جماعة العمومية لاتحاد الكورة ده. كافحت وانا ايوه دي البدايه لازم تكون هنا. اي كودنت، ما قدرتش. كل ما اتصور يا استاذ ابراهيم حاولت اعمله. فعشان كده بقول لجنه الخماسيه دي لو قدرت تريحنا تبقى عمل انجاز تاريخي. والله طبعا. انجاز تاريخي يعني طبعًا. هو كفايه عليه انه يعمل فار وان جمال وما يغير. فانت النهارده بتتكلم في كره القدم اللي هي كل حاجه في البلد، كره القدم ادارتها زي ما انت شايف. يعني حتى هاني أبو ريدة يعني من الناس اللي احنا
حطينا امل كبير جدا فيه. وبعدين انت عارف بدا معايا وهو صغير حضرتك قدمتهم كلهم؟ كلهم يعني نفس كل الفرقه كلها. وهاني 91 و92 بالظبط حرب وهاني وسمير زاد. صحيح هاني جميل وحاجه حلوه، بس انا 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 نصحته بلاش اسمع كلام ما حب يخش. قلت له هاني انا رايي انت معاك دكتوراه هتنزل تدور عشان تاخد ليسانس ليه؟ خليك دولي انت انترناشونال خليك حكم لا يعني لا يعني كبير فوق. قلت له ما تخشش عدل بيه، قلت له ما تخشش اتحاد الكوره انت. وده كلام ده قلته لحسن مصطفى يعني في برضه بذاكره شيء بس حسن سمع كلامك. لا ايام حسن مصطفى كان في مشكله زعلت مني الكابتن صالح سليم اياميه لان نقلوا الكابتن صالح ان انا مع حسن وده ما كانش لما نزل قدام الكابتن صالح وده مش مظبوط يعني انا 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 عملت البدع مع حسن مصطفى انه ما يخشش مش عشان لا انت عشان انت انت عايز تعرف سر زعل الكابتن صالح اقولها لك بقى انا دلوقتي هو الكابتن صالح حضرتك كنت قلت له انا معايا الفيتو او معايا حق ان الثلاثه المعينين كابتن صالح انا سايبها لك الثلاثه المعينين انبسط جدا ايام ست بشار عبد المجيد مع جيب محمود مش كده؟ لا 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 انا هجيب لك هو انبسط لدرجه ان قال عايزين نروح نشكر الدكتور عمار واستقر على الثلاثي فعلا. كانوا مين بقى؟ كان المستشار محمود فهمي وكان الحاجه تيسير الهواري وكان الثالث ممكن يكون عبد المجيد محمود. لا الثالث ممكن يكونش عبد المجيد محمود. بس عبد المجيد محمود انا طلعت قراره. لا انت طلعت قرار اول محافظ طلع قرار لعلي حفظي اللواء علي حفظي على حساب تيسير الهواري وهو كان مبلغ تيسير وراجعين من عند سعادتك من المكتب عشان يعمل اجتماع وبلغ الناس تيجي تحضر الجلسه. It's not true. لا انا فاكر رويها لا لا اصل علي حفظي يعني لا ما يعني اتعين انا مضيته انت حضرتك ندهت لنا من على السلم طلعتنا بعد ما كنا عند حضرتك وقلت له انا خلاص كابتن صالح وبعدين يبدو ان مكتب المحافظ اتكلم حضرتك وقال لك احنا وافقنا على فلان افلان وعايزين علي حفظي. كان اللائحة المحافظ من حقه هو اللي يستكمل فيها. انت لغيتها. مشكلة كانت بيننا وبين الجيش. يا انت لغيت انت انا عايز مشكلة بيني وبين الجيش. الجيش انت لغيت لا انت لغيت حق عمر عبد الاخر كان اياميها انت لغيت حق المحافظ بعديها بسبب المشكلة دي حضرتك. ايوه كابتن صالح فوجئ بالتعديل كان موقف حرج جدا بالنسبة له. دي زعلته لأنه هو اعتبر ان حضرتك اديته حق لكن الكونفليكت اللي كان هو حق المحافظ على حق الوزير حضرتك لغيت هذا الحق اللي انت كنت منحته للمحافظين بسبب الواقعة دي. معلش انا بفكرك لا لا انا يعني مش عايز يعني ارجي ناقش فيها كتير لكن انا كابتن صالح ما جاش مكتبه الا مرتين. ايوه مره كان في اجتماع لمناقشه قانون الاتحادات والكلام ده وكان في اللي هو حرب وشدوا مع بعض كانت في قاعه عامه ودخل مكتب سالم عليها شويه وانا رحت وصلته وقعدت معاهم شويه. والمره الثانيه انا ما كلمته قلت له يا كابتن صالح يا ريت تعد عليا انا عايزك. فجالي قلت له انا نفسي تمسك اتحاد الكوره. ممكن ما حدش يعرف الحكايه دي كتير. قلت له انا عايز اصلح الرياضه ده قبل ما يبقى تاني مرة في المجلس. ما هما مرتين، مرة الأولانية كانت مشروع قانون ومرة تانية كنا عايزين نغير اتحاد الكورة. فندم المرة الثالثة أنا كنت موجود مع سعادتك. لا أنا وكان هو موجود وطلعت أنا وهو بعد ما نزلنا خطوتين ندهت لنا في مكتبي. أيوه في مكتبك وكنت بتكلم ونقش هذا الموضوع. أيوه وكنت بتكلم المحافظ. لا ده أنا عندي زهايمر ورحت عامل لنا كده. أنا عندي زهايمر. لا دي انا لا متأكد. انا فاكر ان عندي مشكله مع المحافظين لانه ما كانش اصلا لهم الحق وانا كنت دايما باخد راي الانديه في انها ترشح التلاتة بالظبط وده اللي بلغنا بيه يعني وهو خد المجلس مين انا ما سالتش مين يعني ما سالتش مين رشح التلاتة بعت لي جواب انا امضيه. ما لا اذكر بقى ان اللي هو على كده حصل بتاع مع قلت لك كده واحنا قاعدين هو ده يا كابتن صالح نازل خلاص ان الليله
لا انت يعني عارف وقتها، عارف حصل ايه الموضوع ده اتعالج ازاي؟ بس دي قبل الانتخابات حصل بعد الانتخابات؟ لا بعديها بعديها عاديه. ولا بلغوا انك انت واقف مع مين، ولا كانت دي قضيته اللي بلغك كده، ما كانتش دي القضيه خالص. الـ هو جه بعد كده الدكتور عبد الاخر وزار النادي الاهلي حمد بالاحد المحافظ عمر عمر عبد الاخر، وتصور الموضوع واتفقوا ان الاهلي هيكتفي بتاني، مش هيعين التاني. مراد فهمي؟ لا لا مش مراد فهمي، لا لا مش مراد، لا دي تاني مره. مصطفى مراد فهمي هو تعينوا الاثنين. هل عندي المشكلة ده؟ انا مش قادر افتكرها قوي، لكن عندي مشكله بيني وبين القوات المسلحه. انا زي المشير طنطاوي اياميها وزعل، بالعكس ده انا كنت مع علي حفظي طول الوقت. لا ده هو علي حفظي كان منطقي، بس هو زي ما انا ما عينت في الزمالك اثنين كذا واحد من الثلاثه كانوا من القوات المسلحه. حتى واحد لما حصل خلافات هناك قال له استقيل. يعني مش على فكره الكابتن صالح ما كانش ضد تعيين اللواء علي حفظي، كان يحبه لانه كان بيلعب كوره معاه. بالظبط. انما هو فكره انه كان بلغ تيسير وبقى الموقف حرج جدا. بالعكس تيسير ده حبيبي اكتر. ايوه حبيبي جدا. ايوه فزعل. انا بيني وبينه يعني وراجل عظيم وشخصيه عظيمه. لا ازاي بقى ده حضرتك لما تعرفه ايه حاسس؟ اعرفه ده صديقي يعني. راجل جميل صديق. جميل وبيحب لسه كنا مع بعض في الجزيره ومن الجنود المجهوله. لا لا والعطائين اللي ما بيحكوش ما بيتكلموش. صعب قوي مع احترام كل اللي قلته انت، صعب ان تيسير كمان انا اعترض عليه. انت ما اعترضتش ما هو مش حضرتك الاعتراض ما جاش من عندك. الاعتراض ما جاش من عندك وما كانش فيه اعتراض. ده المحافظ راحت له الاسماء فرح، كان في وجهه نظر انه يبقى فلان اللي هو العظيم الحقيقه شخصيه راخره هايله. ايوه علي حفظي. اللي هو علي حفظي طبعا بعد كده حتى لما راح كان بطل مصر كمان في الغطس وبتاع. لا لا كان شخصيه رياضيه وجميل جدا. المهم عشان ايه انا بس حبيت ان معلومات حضرتك كنت في جزئيه انك انت هاني ما كانش صح ينزل هاني ابو ريد. انا والله والله يا استاذ ابراهيم انا كلمته. هاني طبعا في دلاله ليا عليه وبتاع وكده يعني والقعد بنصحه ما تخشش في المشاكل. فهاني انت حاجه كبيره قوي. ونفس الكلام قلته لحسن مصطفى ايام ما دخل ضد الكابتن صالح سليم. اقسم بالله حتى النعمه دي حصل. بس الدكتور حسن مصطفى ما كانش ساعتها في الاتحاد الدولي. لا ما كانش. لا ما انا بقول لك بقول له انت لو عايز انت هنرشحك الاتحاد الدولي وهنقف معاك لان ده سكتك احسن تاخد دكتوراه. وفعلا كانت سكه موفقه. هنا بقى حد قال لي بقى كابتن صالح زعل وما عادش. لا 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 ما تصدقش. وما ادتناش فلوس ومش عارف ايه. وبعدين حسن عمدي كل ما قايل عليا يقبض ويمضي الشيك وهو قايم ماشي على لا لا يعني. والله ده لم يكن له اي تاثير. لا لا وعلاقتنا بالكابتن صالح والكابتن ما يعني ما توقفش عند دي كتيره يعني. لا الراجل محترم يعني هو بس بحبه جدا. شعر بالاحراج او حاولت اجيبه اتحاد الكوره وبعدين بقى حد لعبه في دماغه. فكلمني وجالي تاني قال لي معلش انا اسف. قلت له انا مسؤول. ما تشغلش بالك ده هي شهر واتنين خش حتى ولا عضو بس وانا هخلصها. قال لي لا معلش معلش. هل كان هينجح ولا لا؟ لا مع الجو العام بتاع بمعاييره هو صعب. اللي عايز كل حاجه 1+1 سوى 2 دي في مشكله صعبه. صعب. يعني ما كانش حاجه. المهم هاني قلت له هاني ما تخشش. فما سمعش الكلام طبعا. له حاجاته طبعا. اكيد هو فكر انه لما اتحاد الكره هنا يبقى طبعا يقدر يبقى يشتغل في الاتحاد الافريقي يقدر يروح الاتحاد الدولي. ايوه. ان هاني النهارده لما ساب اتحاد الكره ولما جاش تاني هيبقى عنده مشكله. ايوه. مشكله ان هو اتحاد في الفيفا يخش تاني يبقى عنده مشكله. لان انت عارف في ظل المشاكل اللي حصلت كمان ده الوحيد تقريبا اللي في المكتب التنفيذي اللي قاعد القديم المجموعه القديمه. لكن هاني هايل وشخصيه كويسه جدا وبس هو ما كانش موفق. مش عايز اقول طبعا كلام كتير لكن هاني كتبت له مره كان لديك الافضل. ايوه. بس هو ما قدمش الافضل. هيرجع بالنسبه للكره المصريه. لا طبعا هيرجع تاني يا دكتور؟ لا اي داوت ما اشكش. اشك طبعا استحاله. الدوله اصلها خلاص يعني خدت سكه مش تتغير. يعني صعب انك انت نتمنى مش عشان في حاجه ضد يعني هو شخصيه هو قريب شتموه في الجمعيه العموميه. هاني ابو ريد قريب الجمعيه العموميه الاخنيه دي شتموه هو احمد مجاهد وبتاع. يعني عيب قوي يعني. انتوا كنتوا بتقفوا له تعظيم سلام وكان واقف جنبكم وساعدكم وبتاع. الجمعيه العموميه حد قال لي لسه امبارح على اول امبارح حد من الاتحاد نفسه قال لي.
فلكن هاني هاندي لديه الافضل. ما انت مؤكد تتغاظ ان في حد يعني عادلك عنده افضل، اذا ما قدموش يبقى غلط في مشكله. صحيح. انا رايي انه ما كانش هاني وريده بيقود كل الوقت داخل اتحاد الكره الاخير ده، كان سايب بعض القضايا المهمه جدا لناس تعمل فيها اللي هي. لا هو هاني مش سهل، مش سهل هاني يعني، لكن هاني كان حتت معينه ما يسيبهاش لحد، يعني مثلا اختيار شوقي غريب اداره منتخب مصر الكبير رشحه وحضر الجلسه عشان كانوش عايزين. لا الدول. طبعا له يعني له رجالته وناسه. لا له هو توجه. كان زي المدرب، زي المدير الفني، زي بتاع يعني له حتت معينه بيسيبها. بس هو اثنين ثلاثه كانوا حواليه، يعني مش عايز اغلط في الاسماء للاسف. طيب ما ده اللي انا قصدي اقول عليه، ساب لهم حاجات على اساس ان هم ممكن يريحوه في حاجات ثانيه. بالظبط. لكن احنا عايزين نقول ايه؟ هل الكره المصريه صعبه مش واضحه؟ اصل اللي غيظني يا دكتور، انا شايف الحل سهل جدا، بس يبقى في اراده انه يتنفذ. ما هي كل حاجه باشمهندس عادلي، الاراده الاراده السياسيه، بس الاراده السياسيه يبقى الرئيس، احنا ما بنتكلمش على الرئيس دلوقتي. الاراده السياسيه هنا احنا عايزين طبعا حكومه ولا ما احناش عايزين؟ يعني انت يعجبك حضرتك ان الدوله توفر لبن العصفور عشان يطلع التنظيمات وتحتضن البطولات وتحتضن التصفيات، فدائما ننجح في النواحي الاداريه ونفشل في النواحي الفنيه؟ دي قاسيه جدا. يعني انت متصور ان حضرتك لو كنا كسبنا كاس الامم في الشكل كان هيبقى عامل ازاي؟ النهارده الحمد لله ان كسبنا ماتش النهارده. لسه برضه لسه ماتش كامرون بكره تكسب يبقى 6 بونت زيك. لا يعني. هتبقى 7. كامرون فازت النهارده، فايزه على مالي دلوقتي، فايزه بثلاثه. كان عندها بونت يبقى 4. انت 6 وكامرون 4. ما لعبت فاضل لها خلصت ولا ايه؟ مين؟ احنا هتلعبنا احنا يوم الخميس. كامرون طيب لو كسبتك يبقى فيها مشكله. طب تطلع الاول هتلعب، هيبقى عندك تشانس بس بعيد شويه. انت على سبيل المثال يا باشمهندس علي، انت عندك جيل هايل، الجيل ده بتاع الولاد دول يقارب الجيل كان بتاع الكابتن حسن شحاته. يعني انت كمان ما تطلعش اجيال يا باشمهندس عدلي، فيش اجيال بتطلع والله، كلها متروكه للصدفه، النجوم بتطلع طبعًا لك بالصدفه. انا عارف. الله. طب انا هقول لك حاجه غريبه، كابتن الخطيب لما جه الاسماعيلي كان في تومسون، قال لك مش عايزه، ما ينفعش الخطيب. كان في خناقه، كسر الدنيا. يعني بس انا اعتقد ان المدربين يعني خدها من منظور ايثيكلي شويه، انه سال الخطيب هو انت عايز تروح فين؟ لما عرف ان في مشكله قال انا، لما عرف ان الاهلي عايزه قال عايز اروح الاهلي، قال ما يروح الاهلي. لا 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 مش كده. لا 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 خالص مش كده. بتتحكي كده. ما كانش عنده تشويس الاهلي الا بدا يبان، يعني تشويس الاهلي كانش وارد في دماغه. عشان كده ولا كان مش جالس اسماعيلي. خد بالك. ده يا باشمهندس عدلي، عارف انت اضرب فيدي، ما عارف رضا الله يرحمه. اخوه كان بيلعب كوره احسن منه، كابتن رضا. اخوه فاروق. هو رضا ده اخوه عديلي والله، عارف عارف العيله كويس. فاخوه فاروق ده كان موهوب جدا زي رضا واكتر. لكن ما لعبش كوره. والخطيب بيقول كده على اخوه برضه اكيد. وابو تريكه ليه اخ توفى كان احرف منه. ما انا بقول لك هي فيها حظوظ برضه يا باشمهندس عدلي، وفيها مدربين عايزين اطر رقبتهم. طب انا هقول لك حاجه، ما عملت مدرسه الموهوبين، كنت عامل مدرسه طبعا بنظام معين ولجنه كبيره ووراثه ودكاتره ومش عارف ايه الكلام ده كده. فدخل احمد حسام ميدو، كنت اجيب الاب والام، وبعدين انا ببص بحاول اشوف الطول، وكان معانا كابتن عمرو ابو المجد، هو يشوف اللاحه الفنيه قوي ويقول لي رايه ايه وبتاع. فكان الولد قصير، بصيت على ابوه لقيته قصير، فقلت له عمرو الولد قصير مش هيطول. في نورمز بتبقى موجوده لسن العيال مثلا 12 سنه 15 سنه الكلام ده كله وبتاع. فوطيت على دكتور الوراثه قال لي لا الواد ده هيبقى طويل هيطول، خده على مسؤوليتي انا. خدنا ميدو، شوف بقى ايه وبقى طوله ايه. يعني بحاجات بتطلع انك انت بتفقد في الطريق موهوبين كتير جدا. صحيح موهوبين كتير جدا. الناحيه العلميه مهمه.
اللجنة الخماسية دلوقتي يا دكتور، يعني هاني مشي ولجنة خماسية بتدير، البعض شايف ان هي لجنة وصاية من الفيفا، والبعض شايف ان هي متصادمة مع السيادة المحلية، انك في الاول وفي الاخر لجنة جاية بتبعيتها للاتحاد الدولي، ايه مساحة النجاح اللي قدامها؟ هو شوف شوف، انا كتبت على اللجنة الخماسية طبعا كتير، وطبعا انا اعرف الاخ عمرو وفضل، ده كان زميل ابني في المدرسه وكان فنان في البيت، ومجموعه حلوه، الدكتور جمال شخصيه كويسه جدا. بس هو السؤال هنا، مين اللي بيدير اتحاد الكوره؟ انا بقول لك مش هم، مش هم، الفيفا وفاطمه زموره دي بتدير الكاف وبتدير الاتحاد المصري. ثلاثة بيجوا دايما يشوفوا مصر وبيعملوا كل حاجة بيعملوها. ما هم طبعا اكتشفت ان بدهم مرتب كبير. ايوه يا فندم، ما دي النقطة. هل ده مظبوط؟ ايوه. هم مش لجنة دي اكزيكتيف، يعني مالهاش علاقة بالجمعية العمومية، هي لجنة موظفة عند الاتحاد الدولي لإدارة مرحلة وتقديم التقارير. وعلى فكرة المفروض ان لهم 3 اشهر وهيقيموا يستمروا ولا يعملوا ايه؟ من قبل الفيفا. انا قلت في الكلام، وعلى فكره دي نقطه قوه مش نقطه ضعف، لو عايزين يشتغلوا صح. لا انا قلت باشمهندس عدلي، لو الدنيا كده يبقى كل ده غلط. هي الدنيا كده، ما انا بقول لك يبقى غلط ليه. وكان معانا المهندس ماجد نجاتي يوم الخميس، وكان مترشح وحكى لنا على الانترفيو اللي عمله ماجد نجاتي رئيس ام بي. شخصيه محترمه يعني. لا طبعا كان في توجيه يعني من فوق شويه، لكن انا بقول لك اللجنه دي يعني هتخطى حكايه الفلوس اللي خدوها بياخدوها. بس انا برضو كتبت فلوس اتحاد الكره ما تدفعهاش، لازم الفيفا تدفعها، وده اللي بيحصل. انا ما اعرفش. لا هم موظفين في الفيفا، يعني هو اللي بيدفع تكلفتهم. اتنين، انك انت تبقى جاي بجوب ديسكريبشن، انت جاي ليه؟ وموجود، وده موجود تصور، في خطاب تكليف من 5-6 عناصر، ده المطلوب منهم، بس ما بيتعملش منه حاجه، مفيش حاجه خالص غير تسيير شؤون الكره اليوميه. انت عندك، ما هو انا بقى انا كتبت عليها، بقول لك ايه، دي زي حكومه تسيير الاعمال. زي مثلا لبنان دلوقتي. ايوه، مش لاقيين حكومه فجيبوا الحكومه القديمه تعمل تسيير اعمال. اللجنه الخماسيه بتيسر اعمال، يعني انا مش عايزها. تكلف مكلفين بـ 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 بالنظام الاساسي بتعديله، مكلفين بـ اللوائح والجمعيه العموميه، ضبط اللوائح وتنقيه الجمعيه العموميه والتمهيد للانتخابات، كل الحاجات اللي مطلوبه. انا بقى يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي، انا بقى ضد الكلام ده. يعني الناس دي ملهاش حاجه في الناحيه الفنيه خالص؟ لا انا كتبت لو الناس دي بتشتغل صح، وكتبت انا افرض انا هم دول يفرضوا ويطلبوا من الوزير، والوزير يطلب لهم ان انا ليه ما اعملش تدريب لمدربين وعلى اعلى مستوى ومدربش اداريين جداد، واعمل خطه جايه، وده لازم يتم. ايه المشكله ان انا اعمل الكلام ده يعني؟ انما واضح ان هم يعني ايه محطوطين في سيركل، حلقه كده مش هيخرجوا، ما بيتحركوش منها. خدتهم تفاصيل الاداره اليوميه. ما انا بقول لك انت ما ده انيا اللي عشان زعلت. لا طبعا، يعني ما كانش عندي استراتيجي وتكتك، انا ماليش لازمه. فهذه المشكلة، انك انت دلوقتي ضيعت مني كمان سنة وسنة ونص، ما فيش حاجة عملتها. طب ايه من اللجنة اللي بتقولوه دون يعني؟ طب يعملوا ايه؟ جمعية العمومية نقي، مش طب نقي ايه؟ طب ما النقي بتعمل في 5 دقايق شغلانة يعني. شغلانة النقي طيب. صحيح. لكن هل عمل دراسة فيوتشرولوجي مستقبلية؟ ان انا مثلا شوية شبان صغارين الجامعه الامريكيه خلاف اجيب دول ادربهم واداريين في الكوره واخد من النوادي شويه وفي التسويق وفي التسويق وكلام يعني. ما انا عشان كده انا يعني انا احب الناس دي كل يا جماعه، انا معترض على الاداء اللي بتدوه، بس ده كانت ناس محترمه وكل حاجه، بس لا ما ينفعش انك انت تعمل تسيير اعمال زي ما بقول باشمهندس عدلي. يعني ايه تسيير اعمال؟ يعني اروح افتح الدكان الصبح وارش شويه ميه وامسك المنشه انش البتاع؟ لا هو مش دي. على فكره يا فندم، هو مش تيسير اعمال، هم استغرقتهم التفاصيل. انا بقول استغرقته يعني انا جاي اعمل نظام اساسي، جاي اجهز الانتخابات قادمه، جايز انقي الجمع يعني اغير الاستراتيجي بتاعه الجمعيه العموميه، جاي ففوجئت ان انا عندي تفاصيل اداره الدوله. لازم يا باشمهندس عدلي، ما هو الديلي ورك ده غصب عنه لازم يبقى انفولفد فيه، لازم عنه.
طيب ما كان موجود بقى حسب اللائحه القديمه ان في مدير اتحاد وكان بدا في الملفات دي ثروت سويله كان بدا يتحرك يعني جات جوابات للانديه عشان يعمل رابطه المحترفين مثلا مثلا شغلت رابطه المحترفين ليه مثلا اشتغلت فيها ليه واللي هي الحل الحقيقي يعني الحل اللي يخلي اتحاد الكوره يبقى استراتيجي يعني بتاع سياسات انا رايي يا باشمهندس الدوله هنا كان لازم تتدخل ما تقوليش مين في الدوله مش دعوه تتدخل الناس دي تبقى عندها حاجات اوسع من هذا مش الجمعيه العموميه والبتاع دي كلها ما تيجي الدوله تتدخل يقولوا لها الاتحاد الدولي لا يقول لا لا انا بتكلم انا كدوله بتكلم مع الفيفا هم ما يقدروا يقولوا حاجه لا طبعا ما يقدروا يقولوا حاجه يا باشمهندس علي انا حليت اتحاد الكوره مرتين حد نطق تناسي ولا ايه؟ لا مش ناسي حليتوا خناقاتكم مع الاهلي لا طبعا وخليتوا من اللجنه الاولمبيه ما احنا جايين حضرتك اكنك ماذا لو حليت الزمالك ده في ماتش القمة بعدين ايه بقى؟ جينا نحل الاهلي قلت لا الا الاهلي والله العظيم حتى ولا كان اياميها في خلاف كبير وانت عارف الكلام ده كويس بين كابتن خطيب وحسن حمدي وثلاثه كابتن عبد الصالح بس انت حليتها حل عبقري عبقري انا حليت حل قانوني ولا اجدع مستشار كله في العالم يحلها طرح السكة ودي اللي جابت الكابتن صالح سليم رئيس أيوة. هي اللي رجعته تاني ده نفس الجمعيه كانت في صندوقين تقترع على صاحب الثقه وتنتخب المجلس الجديد لو ده اتسحبت الثقه هنفرز هنا ما اتسحبش الثقه يبقى كده ده ما تمش والله العظيم ولا مستشار الاهلي والله يا ابراهيم والله انا لوحدي يعني لان برضو الاهلي يعني حاجه كبيره بصراحه يعني انا الكلام ده كلام قلته كتير عن النادي الاهلي قوي انا عشت في النادي الاهلي ايام انا ايه القصه بقى دكتور فخور فيها انا ما خلصت الجيش بتاعي كنت بلعب منتخب قوات مسلحه كره الطايره ايوه كان معانا اللواء الصاوي وسيد مصطفى المجموعه دي وكانوا بيلعبوا في الاهلي فقلت تعالى العب معانا في الاهلي فجيت طبعا انت تبقى انت صغير عشرينات فرحان النادي الاهلي فاهم يعني النادي الاهلي وبتاع والنادي الاهلي بقى يعني فاهم يعني حاجه كبيره طول عمره النادي الاهلي يعني وتاريخيا انا لف قلبي زي الوفد حزب الوفد كده ناس الوطنيين دول قام زمان دي عندي حاجه كبيره قوي والزمالك برضو نفس الفكره دي كلها فانا جيت لعبت بقى في النادي الاهلي خد بالك وكان سنتين ثلاثه اربعه حاجه كده يعني وبعدين كابتن حسن حمدي ربنا يمسيه بالخير وهذا الرجل لا يعوض قال لي انت لازم تخش عضو اعمل في النادي الاهلي قلت له لا الا دي انا كنت اخش المدرج كان ماتشات زمان يا عادلي كان ماتشات زمان تلعب في عشان الهويه مدرج التوتش مدرج التوتش ايوه فكنت اقعد اشجع الاسماعيلي ضد الاهلي يا ابني انت بتلعب في النادي الاهلي اقول له لا قلت له انا بعبد النادي بعشق النادي الاهلي جدا لكن فرقه الكوره ليا فيها كلام كتير عشان واحد صاحبنا طبعا فلا يعني والله انا كاتب النهارده حتى في الفيسبوك كده عشان كانت زعلانة ان انا جاي هنا وبتاع قلت له بقول انا شخصيه عامه ساديا النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا جدا وانا عشت فيه وكلت فيه وشربت فيه والناس وكنت بستمتع قعده الفروسيه دي عدلي طبعا بتشوف فيها ناس وبتشوف فاميليز كانت حاجه زمان بتكلم في الستينات وده بقى وسياسيين حاجه يعني مصر الحلوه لا طبعا كانت حاجه جميله جدا يعني فهو ده علاقتي بالنادي الاهلي يعني هو في شويه ملفات يا فندم ترى اهميه رابطه المحترفين ده لازم يا باشمهندس لازم تعملها النادي اسمها رابطه المحترفين لازم تعملها طيب على العالم كله عملها اللحنة. على ما حضرتك يعني تفكر لنا بالظبط ايه اهميتها في فاصل هنطلعه المخرج عمال يكلمني وانا اقول له تريس لا اتفضل مش عايزين نقطع الكلام الحلو فهنطلع الفاصل بس نرجع نتكلم على رابطه المحترفين دي رابطه الانديه رابطه الانديه المحترفه انت متاخر اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين مع الدكتور عبد المنعم عماره وكان المهندس عادل يا دكتور قبل الفاصل بيقول لحضرتك حتميه لجنه او رابطه الانديه المحترفه ده الحل ما هو طبعا باشمهندس عادل ده خبير طبعا اكتر مني يعني بس انا اقول ايه ان انت لازم وانت بتشتغل في حاجه عندنا في العلوم الاساسيه نسميها الاستراتيجي والتاكتكس تاكتكس ان انا ايه اروح من هنا لغايه التلفزيون استراتيجي ان انا
شايف لغايه ما بعد كتير كتير جدا يعني. دي مش متوفره في كره القدم. الحاجه الثانيه ان انا لازم ابقى حريص جدا ان انا عندي خطه عمل. انا عارف اعمل ايه، انا عايز اعمل ايه. اي يعني انا عايز باكج على بعضه اللي قاله باشمهندس علي ده رائع. بس دي حته في حلقه، لازم انت تعمل الحلقه كلها في موضوع اتحاد الكوره. انت عارف الدفعات اللي فيه، عندك مشكله في الجامعه العموميه يبقى لازم تشينج تغير، عندك مشكله في الانديه تغير، عندك مشكله في الحكام تعمل، يعني انت لازم تاخد باكج على بعض. ده اللي انا كنت عايز من لجنه الخمسين تشتغل فيه. وقلت انا مستعد اساعدهم وغيري كتير، عدلي يساعد وانت تساعد، كلنا ممكن نساعد فيها. طيب احنا لو نقدم حاجه كده، قلت له اعمل لجنه من ناس كويسه ويدوا لك افكار عشان تلعب. بس طبعا هو بعيد زي ما قال باشمهندس علي، بعيد عن القصه دي كلها يعني. لكن رابطه الانديه والدنيا كلها عايشه برابطه الانديه. طيب ايوه احنا خلقه يعني. انت تصور يا باشمهندس علي. انا الكينج، وبعدين يطلع كينج جديد يقعد الكرسي بتاعي. ما هو انت دلوقتي اللي انت اتحاد الكوره عزلته. صحيح، لان هم دول الكينج، جاء واحد تاني هيبقى كينج. طب انا اقول لحضرتك حاجه ليجالي تبغى القانون. اقول لحضرتك حاجه، اتحاد الكوره لو بعد عن اداره تفاصيل الدوري هم كبير جدا. طبعا بعد عنه اكبر مشكله. لو استقلت لجنه التحكيم هم كبير جدا بعد عنه. طبعا طبعا. يبقى هيتفرغ لايه؟ للمنتخبات القوميه وتوسيع قاعده الممارسه والبنيه الاساسيه. نعم. لو عمل الثلاثه دول ده يعني جاهز. اصل البنيه الاساسيه كمان هو مش هيعملها، الوزاره هتعملها مع الوزاره بقى. هو هيجي يعني هيكون حريص انه يطبق المعايير بقى. اديني ملعب كويس، اديني اضاءه كويسه، اديني طب كويس، اديني يعني ما هو مش حضرتك عندي يعني التسلط والهيمنه. طب وليه؟ ما هو ما تسالنيش يعني. سنيتشر دي طبيعه مش بتاعت كل الناس يعني. على فكره عادل القيعي كان احسن واحد فيما يتعلق بالتسويق. ما هوش عليه شخصي يعني، ان هو يعني مثلا انا مره جيت كومبيتيت بنفسه. الحاله البشريه داخل عادل القيعي مش هو بالذات يعني، قال ايه ده مش عايز الراجل إيه؟ ده ما هو الوضع كده. ايوه اتحاد الكوره ناس يا ابراهيم رئيس اتحاد الكوره كرئيس زي رئيس الوزراء اشهر. صحيح مش كده ولا ايه؟ صحيح انا بتعامل مع الشارع، تأثيره في الشارع، الشارع الدنيا كلها بتتكلم وصور والكلام ده كله. لكن انا مقتنع ان احنا ما دام مش قادرين ناخد الباكج على بعضه، نمشي مع فكره الباشمهندس عدلي، نبدا بالحته رابطه الانديه. اصل دي هتؤدي الى ايه؟ ورقها جاهز ان قطاع البطوله، ما هو في قطاع البطوله وقطاع الممارسه حضرتك طبعا عارف. يبقى النهارده انا لما اخلي الدرجه الاولى لوحدها بلجنه، الدرجه الثانيه لوحدها، والوزاره مسؤوله عن مع الاتحاد على نشر اللعبه، خلال بقى مراكز الشباب، الانديه الصغيره، الدرجات الثالثه والرابعه، الهواه، الكلام ده. انا كده نقيت الجمعيه العموميه من غير ما ابذل اي مجهود، من غير ما عادي حد يعني. انا هيبقى جمعيتي العموميه بتاعت الدوري الممتاز، وهم 18 نادي اذا كان هيفضلوا 18 يعني، ينزلوا يطلعوا بقى ساعتها يديروا نفسهم الانديه، هشوف الصح فين. نعم. انما اللي بيحصل دلوقتي احنا عمالين ناجل في المشاكل ونضعفها. هي دي المشكله. حتى سياسيا احنا كنا كده. يعني مثلا اشتغلت مع الدكتور فهد محي الدين، كان عبقري، لكن كل حاجه كان بيأجلها، الدعم يأجله، البتاع يأجله، المدير الرئيس وزارة اللي بعده يأجله ويأجله، لغايه ما دخلت انت في المشاكل اللي وصلتك ل 25 يناير. لكن انا اتليست اعمل جزء من الحلقه اللي باشمهندس اتكلم عليها. اخفف حتى العبء على اللي جاي. مين بقى هو ده السؤال يا باشمهندس؟ مين دلوقتي في التوقيت ده، التايمنج ده، مين يقدر ياخد القرار؟ انا اقول لحضرتك، اللجنه اللي هي لا تتعامل مع الجمعيه العموميه، دي لجنه منها للفيفا. ما هي قويه بقى، ما قلتليش لها تخصصات في الحته دي، مالهاش فندم. لا جالها عندها بند يا دكتور بيقول اصلاح اوضاع الكره المصريه بما يتسق بالمعايير الدوليه. فانت المعايير الدوليه بتاعتك روابط الانديه المحترفه، وذاكرين النظام الاساسي بالاسم. وعلى فكره الانديه قبل ما تيجي اللجنه كانوا اتفقوا مع الاستاذ ثروت سويلم
ان هيحصل جمعيه عموميه غير عاديه لمناقشه اللوائح، وهو وافق لهم على كده، والدكتور اشرف صبحي كان موافق. يعني الدنيا كانت هتمشي كده. ما هو هو يعني ما انا بقول لك ازاي لما احط يعني كل اشرف حاجة. يعني عين الدكتور اشرف يعني برضه معذور. لا هيعمل ايه؟ ما طبعا لانه لا. مش عايز اقول عن نفسي كنت فتوه، يعني مش عايز يخش في مشكله تدخل الدوله. ما هو ده اللي بيقودنا لنقطه مهمه يا دكتور، وانت شاهد على العصر القانون الجديد حرر القانون التبعيه فيه. حرر التبعيه للانديه والاتحادات من الوزاره الى اللجنه الاولمبيه. فغلت يد الوزير. ايه راي حضرتك؟ انا احكي لك، انا كنت نائب في مجلس الشعب في 72 76 77 حاجه كده يعني. كنت عضو في لجنه الشباب. أيوه. مش محافظ ولا اي حاجه يعني. ايوه. فقام نفس اللي قام يا باشمهندس عادل يا ابراهيم، اللي احنا الهيصه اللي احنا فيها والتدخل الحكومي ومش عارف ايه والكلام ده كله. مين كان بيقود العمليه دي؟ الله يرحمه الدمرداش التولي. وكان معاه الدكتور محمود القاضي النائب الرائع بتاع اسكندريه. هؤلاء الثلاثه كانوا، كان عبد الحميد حسن اظن كان جه وزير شباب ورياضه. وانا كنت عضو اللجنه. ايوه. انا كنت ضد الفكره تماما، ان انا ازاي ان انا الوزاره يا جماعه، ده انت الوزاره النهارده اللي هي الراسماليه بدات تتغير وتدخل الدوله يبقى موجود، لازم تخش الدوله في وعملت كده مارجريت تاتشر في بريطانيا، اقتصاد البريطاني يعني. نجحوا يا باشمهندس عدلي واصدرنا قانون اياميها وكافحنا فيها طبعا، مش فاكر رقمه كام، وقلت الكلام ده قلته يوميها، وقلته في مقاله بعد القانون ده ما طلع، قلت اتحدى اشهر والقانون ده هتغير. لاخونا خالد عبد العزيز سالنا عندك خمس ست وزراء، طاهر على عمري عليا، وعامر برضو بتاع لوائح شاطر فيها قوي، وما حدش سال عننا يعني. واخد بالك؟ وفعلا القانون طلع نفس اللي حصل يا باشمهندس عدلي، الشؤون الماليه والاداريه. قعد اخوك عبد الحميد حسن ما فيش شغل، ما حدش قادر يعمل حاجه. اللي حصل انه ما كملناش يا باشمهندس الدوره الثانيه، غيرنا القانون، طلعنا 77 اللي هو 77 اللي ماشيين عليه لحد اللي ماشيين من سنتين فاتوا. ده طلعناه ورجعت الرميه ثاني. المتصور انه النهارده ما هو اشرف هيعمل ايه؟ برضه معذور. قاعد يكتب شكوى، فلازم انت كمان تغير القانون. طيب قالوا هنغير القانون، طبعا مش عايز اغير الملابسات واللي حصل فيه، يعني مش عايز اتكلم فيه كتير. لا ما هو اتعمل يعني كده، ما يعني ما طلعش كما يحقق الطموحات يعني. يعني كان حقق المسؤول اياميها مش طموحات البلد نفسها يعني. فانت لازم تغير القانون. ايه راي حضرتك في الصوره ديت؟ لا دي حاجه، ده مين بتتخانق مع حد ولا حاجه؟ شوف اشترى بس يعني، شوف الاداره يعني بشخط. ف الحاصل ان يعني مش مزعل، انت بتمسوا نقطه يا جماعه مهمه جدا جدا. ازاي هاو تو تشينج، تعمل تيرنينج بوينت في الرياضه والكره المصريه، وتقف شويه وتقول يا جماعه احنا عايزين نقطه من اول سطر. عايزين نبدا نعمل كذا كذا كذا. مين اللي ياخد القرار؟ مين اللي تقنعه يشتغل في القرار؟ هي دي المشكله اللي عندك. ايوه انت عندك مشكله زي ما بيقول باشمهندس مين؟ يعني انا دكتور اشرف انا اتمنى انه يعمل كده. ويقدر يعمل بريشر اشرف لحضرتك مع الرئيس السادات بقى. الله يرحمه كان عثمان بيه، عثمان بيه الجاد فازر ده. لا السادات ده برضه ليه مشكله. ايام الاهلي والاسماعيلي كان في ماتش وقامت ضلمه واتضربنا، فاكر عماد الرومي عمل ماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي في اسماعيليه واتلغى الماتش وبتاع والكراسي والسادات كان في الاسماعيليه، نزلت الملعب واحد كتب لك ازاي المحافظ ينزل الملعب، الدنيا مولعه يا ابني. المهم السادات كان في اسماعيليه. لقيته بيكلمني الصبح. يا عبد المنعم ايه اللي حصل؟ انت بتعمل ايه بقى؟ انت محافظ؟ فالرئيس بقى شغل عيال لعيبه كوره وصيع وبتاع ما اعرفش ايه ومش عارف يعني، الراجل كان لذيذ قوي، خدني بالراحه كده يعني، وعدت يعني يوميها.
فانا متحمس طبعا للفكره دي ان احنا نعمل حاجه. يعني انا يعني طيب انت احنا عايزين اللجنه دي تطلع حاجه الناس تشعر بيها. لو عملت الفار يبقى اهلا وسهلا. لكن اهم من الفار الربط. اللي هي الرابطه اللي بيتكلم عليها الانديه المحترفه. مين اللي ياخد قرار ده؟ انا بعتوا للانديه والاهلي رشح. يعني مش عشان رشحني يعني، انما الاهلي رشح. لا انا فاكر من قبل كده راح حسن حمدي ومش عارف ايه ومشيت ورجعت يعني يعني كانت خلاص. ده ايام هاني؟ لا ده قبل ما تيجي اللجنه على طول. بعد استقاله هاني. اي ايام هاني يعني. بعد هاني. ما هو بعد هاني. بعد هاني. بعد هاني. في الفتره اللي كان ثروت سويلم ماسك فيها. كان ما هو عايز حب يدي رساله ان انا كنت مغلوب على امري، انا هنفذ الصح. شطوه. اول ما ابتدى ينفذ الصح قالوا طب هنجيب لك لجنه بقى. شطوه. تخريجه اللجنه يعني. وراحوا ماشيين. لا ما لازم ما يعني انت برنامجك لو تناولته الجزء ده مثلا، يعني انا اتصور ان انتوا لو اخذتوا قطعيه من الحاجات دي وناس متخصصين يجوا معاك والله هترجع بنتيجه كويسه جدا. لابد، لان فيها جانب اقتصادي كمان. انت كلجنه هتنقل الانديه دي كلها، هتفكر في همومها. ما فيش نادي يبقى مديون. وانا هستريح يا باشمهندس عادل، انا رئيس اتحاد الكوره وسرحت من الهم ده كله بقى احسن لي. بالظبط بالظبط. ما تبقاش الخناقه على ميعاد مباراه يعني. ويبقى يعرف ينهض بالمنتخبات فعلا. طبعا. هيبقى عنده يعني تركيز على دي. النهارده احنا طب انت متصور كده تتم سنه كام؟ 2040 2030؟ طول ما الاتحاد الدولي نتيجه برضه الناس اللي بتوعنا اللي بيضغطوا. هو احنا بناخد سنه ورا سنه استثناء، احنا كل سنه يدونا مهله. احنا كان المفروض من 5 سنين طبقنا الكلام ده. انا عارف فاكر. فبناخد استثناء. مش جابوا باين اسمه بتاع الشعراوي بتاع المحله مسكها شويه مش كده؟ ايوه الشعراوي مسكها. بس ايه؟ محمود الشامي. لا دي لجنه. لا دي لجنه. دي بيسموها ايه؟ لجنه الانديه. وحطوها في النظام الاساسي. لجنة ايه؟ لجنه الانديه غير لجنه المحترفين الانديه. طبعا. حطوها لجنه تابعه للاتحاد. حطوها لجنه. تابعه للاتحاد. وما عندهاش قرار. لجنه ايه؟ ريبورتنج للاتحاد. يعني بعد العرض على الاتحاد، بعد العرض. فبقت لجنه توصيه. طفش يا عيني. صحيح. فمالهاش لازمه. يعني ما انما رابطه الانديه ده انت في الاتحاد الانجليزي حضرتك. انا رحت اصلي وحضرت 10 ايام انا واشرف النادي. انا اتعرفت عليه هناك. وخالد رفعت ابن احمد رفعت. كان رايح بصفته ايه؟ لا بندرس. الاهلي بعتني والزمالك بعته. كان ناصر والزمالك. فهناك عندكش ورقه طيب كده كام صفحه ولا حاجه صغيره؟ لا ده انا عندي دراسه. لا لا مفيش حاجه صغيره نقدر نبص فيها عشان نكتب. ابعتها لك حضرتك. انا والدكتور سعد شلبي عملناها. لما جابوا النائب كان مش كده؟ لا سعد شلبي ده كان مستشار التسويق. استاذ نابه جدا. واخد دكتوراه من المانيا. وهو دلوقتي بقى مستمر مع الكابتن خطيب. مستشار التسويق. ولد يعني حاجه راقيه جدا. استاذ جامعي بس حاجه حلوه. حلوه قوي. فكنا عاملين البيبر دي لما جم الناس بتوع الاتحاد الانجليزي حضروا في مصر اديناها لهم. اندهشوا. قال ما احنا جايين نقول الكلام ده. قلنا لهم ما احنا واخدينه منكم. يعني احنا ما بنخترعش قوي. انما يعني والمساله بسيطه جدا ويمكن لا تتعمل في 5 دقائق. في 5 دقائق بس الاراده. البرسونيل البشر كويسين. موجودين. وعلى فكره وتتعمل من خلال ناس زي يعني انت لما تقول لي فضل وتقول لي احمد عبد الله وتقول لي مع احترامي الاسماء كلها ودكتور جمال، كل دي ناس يمكن الاستفاده بيهم. بس تحطهم في المناخ اللي يخليهم ينتجوا. اللي يخليهم ينتجوا. خبراتهم برضه مش الدكتوره كبيرة. مش هياخدوا الخبره. يشتغلوا مع ناس. يشتغلوا مع ناس. ده انا كنت فاكر اللجنه دي يجي فيها وزير سابق يعني. اتجننت كده. وهنا قلت ليه ما جيش المهندس ابراهيم محلب يمسكها دي ولا ليه لا؟ عشان يشغل الناس. طبعا يبقى في مرجعيه تقيله. وهو ابراهيم محلب اشتغل رئيس نادي المقاولين على السنين. ايوه تجربه خلفيه رياضيه. المهندس شريف حبيب. يعني الناس اللي ليها مش ضروري ابعد عن الاهلي عشان ما يفتكروش ان احنا عايزين حاجه. لا ليه والاهلي يا راجل. يا سيدي في ناس ثانيه بتفهم. قوه كبيره ما اقدرش. في ناس بتفهم اهي وممكن يجوا ويعملوا كل اللي احنا عايزينه بس ما نعيش في الدايره. كلمت مع الدكتور اشرف في الموضوع ده. كلمت معاه بس كان قال لي لا خلاص توليت توليت.
كان استقر عليها على بس انا كنت اشوفه. لا انا بكلم دلوقتي. لا ما خلاص بقى في ناس اتكلم مع حضرتك شوف يعني بس الفتره كنا بنتكلم دلوقتي كان بيكلم محمود وكلمني كنا بنفكر عايز هو راجل علمي وراجل عايز يعمل حاجه عايز يعمل حاجه طبعا وراجل طيب في ملفات كده يعني نقعد نتكلم فيها طول عمرنا موضوع الجماهير ايه صعوبة اننا يعني ليه لا مش شوية شتيمة شوية زعيق شوية بتاع ايه وبعدين ما ناخد الجماهير دي ونبتدي نتحاور معاهم ثقافة وكل ما العائلات دخلت كل ما الظاهرة دي خفت يعني ايه أهمية وجود الجماهير يعني انا شايف ان المنتخب بيدفع فاتورة ان المدرجات فاضية فبيخش على مهام فيها جماهير. انا فاكر وانا في الإسماعيلية حبيت تعرف الجماهير في نوعيه منها في جزء منها هو اللي يعني بيبان لك يعني كان لازم المباحث تتعامل معاهم وبتاع فانا اياميها خدت قرار ان انا ادخل طلبه ثانوي ولاد وبنات ماتشات الاسماعيلي ببلاش وبدانا ندخل كانت حاجه ممتعه البنات عامله تصرح بقى في الملعب ومش عارف ايه وبدا الولاد يشوفوا الولاد بدخل مكسوفين يشتموا ويطلعوا ولاد الادب قدامهم يعني مبسوطين فرحانين وانجويت يعني فأنا كنت سعيد بالتجربة ونجحت مدة بس دايما كل ما تمشي ناس واقف كل حاجة وراك عارف ده لو مشيت كان زمان الإسماعيلية دي فيها جزء من الجماهير اتطورت كبير جدا تتكلم من 30 سنة مثلا كان ممكن يبقى عندك مجموعة كبيرة جدا لكن والدكتور صبحي معامل برضو حب يفكر إن طلبة الجامعة يخشوا قعدت الصحافة تقول لك إيه طلبة الجامعة ده مش جمهور الكرة الحقيقي أيوه فكر الكلام ده والبتاع الزمن وجمهور حقيقي في كل حتة في البيوت وفي لكن الشوارع. أنت مش متصور بصراحة يعني مش متصور إن أنت البلد تعمل حاجات وعكسها يعني أنت مثلا إيه كأس الأمم الأفريقية الكبار استادات مليانة وتعمل ماتش الإسماعيلي مثلا ودجلة بدون جمهور ايه اللي هيحصل يعني في الماتش ده يعني ايه يعني مش فاهم يعني يعني انت تقول الزمالك والاهلي اكسبشن كده نسيبها شويه على اساس الدنيا يعني ممكن تبقى فيها شويه مجانين بتاع لكن انت لو نظام تذكرتي اللي اخترعوه ده وبتاع اللي ماشي بره يريح الدنيا كلها لكن انا غير متصور ان مصر دلوقتي بلد دي والتطور ده والشغل الراجل السيسي ده عامله ان مفيش جماهير تتفرج على الكوره يا جماعه انا بخش السينما في هنا في مصر او انا في اوروبا بتبقى انا لوحدي ومعايا اتنين ببقى هتجنن الله فين الناس فين البشر فانت تروح مسرحيه مثلا الافلام ليش حد الا انت ولا خمسه سته يعني طب انا والله بصعب عليا اللعيبه لا اللعيب اذا ما تعودش على ضغط الجمهور وسخونه الجمهور طبعا يجي يلعب ماتش دولي بيبقى في مش معتاد حاسس المناخ مش طبيعي بالنسبه له 100% اصلك انت بتلعب يعني ايه احنا ما كنت بطلنا كنا نلعب كره مثلا في الاسماعيليه شحته والمجموعه دي كلها وكنا بنلعب في حورس هنا جمعنا الحورس ده انت كنت عامل تجربه جامده الحورس ده حضرتك يعني فكنا بنلعب وبشر واقفين بقى فرحانين محافظ بيلعب ويجيب جون ومعرفش مين والخطيب كنا كليه شرطه خدته مره في الشرطه ولعب والناس كانت فرحانه وهكذا ورحنا عندنا حسن شحاته والناس بتتفرج ما تروح تلاقيش حد خالص ما تستمتعش انت حاجه تجنن انا كلاعب انا بقول لك كنت لعيب ما كانش اياميها عيال قاعدين بيشجعوني وبتاع مش مبسوط لا بجد مش مبسوط وانا مش فيش حراره مش فوتبولر يعني ما مشيتش في سكه الفوتبولر كما يجب ان اكون فانت برضو عندك مشكله انت لازم تصل القرار لهذا الموضوع والرئيس اتكلم فيه على فكره احنا يعني ايه المانع يا دكتور لا الثلاث سنين فاتوا يا ابراهيم خلي بالك حصلت حاجه ايجابيه جدا جدا تحل المشكله الى حد كبير ان احنا بقى عندنا سيستم في قطع التذاكر ان الكراسي وانتوا اول ناس قدموا الاهلي اول ناس قدموا والكراسي بقت مرقمه وبتخش بالاي دي كل واحد داخل انت عارف ده مين ده وقاعد فين وشفنا والكاميرات موجوده والليله حلوه الله يرحمه كابتن صالح سليم كان عنده مشكله جامده جدا بتاع الامن دي كان يشكيلي منها جدا كنا نحاول انا وهو نحلها عشان لانه يعني ايه اجله يعني ايه ما اعرفش ايه انت عارف كان عايز الدنيا عشان كده تقول لي في اتحاد الكوره هو كان عايز النظام يمشي وخلاص ملوش دعوه ملوش دعوه فانت برضو ده موضوع هيدنه معلق زي ما كابتن عدلي دلوقتي ما قدرناش ناخد قرار في او تصور لمنهج النقل الانديه المحترفه
وادي دلوقتي بنتكلم في الجماهير وبرضه مش هنصل نصل للتصور للقرار انه يتنفس، انك انت عمال تتكلم كل يوم تتكلم كل يوم، ولازم نتعود انه ممكن يحصل مشكله، مفيش حاجه خلاص والحياه تستمر. وحضرتك كسياسي شايف يا باشمهندس عدلي، مش انت شايف اوروبا مش سيبوا العالم العنصريه واضرابوا موز وبيعاقبوا الناس وبياخدوا قرار. غياب الجمهور ده حضرتك كسياسي دي صوره سلبيه جدا. طبعا طبعا، انت بتقول ان الناس، انت خاف من الناس، خاف من الناس، خاف من شعبك. which is سياسيا طبعا مشكله كبيره جدا 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 يعني. انت النهارده لا، هو بتفسر بغير كده، انا خايف عليهم بعد احداث بورسعيد بقى خايف ان لا ما اعتقدش التفكير ده بقى موجود، ما اعتقدش. هي الفكره ان انا بقول لك موضوع الامن، انا اتخانقت مره مع حليم موسى ومع ناس كتيره في وزاره الداخليه عشان موضوع انك انت وكابتن صالح، انا فاكر له كويس جدا اكثر من اللقاء اتكلمنا كتير في هذا الموضوع، فاكر كويس قوي يعني. لكن انت على طول نمبر 1 البلد دي غير مستقره، 2 يبقى السياح ما يجوش، مش كده ولا ايه؟ 3 كذا، 4 كذا، كل ده بيعمل ديفيسيت في اقتصاد مصر وانت نازل. ده اصله داخل في اقتصاد على طول وداخل في امن القوم. بس حتى الجمهور بقت في اطراف كتيره بتتجاذبه يا دكتور، يعني ما عادش الجمهور النقي اللي تقدر تأتمن. يا باشمهندس ابراهيم وانت وقعد ليه؟ الالتراس ما هو خلاص خلصوا. اللي كان عامل لك مشكله ومخليك مش عايز تعمل ماتشات، ان كل ما سهلت للعائلات كل ما بتحل المشكله. بس فاميلي انا مشروع تذكرتي امبارح شفت بتاع الماتش الاولاني بتاع مصر، لقيت ستات وبنات صغيره حاجه جميله جدا يعني. طب ما تمشي يعني. وبعدين الدكتور اشرف جاب شويه طلبه جامعه وطالبات، ازاي؟ يبقى انا بنتكلم مشكلتين ناقشناهم ولا بنصل الى ايه؟ حلول. الى هو احنا في مش هنقدر نحل، بس في تصور او في وعد او في كلام ان ما انت بالك قد ايه يا باشمهندس؟ هو نفس الكلام. انت بالك قد ايه بتتكلم الجماهير والرئيس نفسه اتكلم الجماهير لازم ترجع نفسه يتكلم مباشره كده. صحيح صحيح. وما رجعوش. وبعدين الرئيس نفسه شاف بتوع تذكرتي وقعد معاهم واتبسط منهم وبتاع، خلاص ما تعملوها. نظام كنترول. لان في جانب اقتصادي. انت ابراهيم عايز كام انت عادلي؟ عايز 10,000 ابدا بالتذكرتي، هيجوا لك وتبقى ما عندكش مشكله. ايوه. اما تخش في 100,000 دي قصه ثانيه، ما عندناش استاد بيشيل 100,000 ولا حاجه. لكن انت حتى بتتكلم في مشكله. طب انا هقول لحضرتك، انا عندي كلام كده يعني ما حدش يتصور ان انا بقول بشطح يعني. ال 100,000 اسهل من ال 10,000. عارف ليه سيادتك؟ لان دايما المتطرف اقليه، فهم يؤثروا في العدد القليل. طب هات انت حتى لما كان ايام الالتراس وبيهتفوا، لما الاستاد كان يتملي ما تسمع لهمش صوت، بيتبلعوا. الكتله اللي جايه تتفرج على الكوره الحقيقيه ما لهاش دعوه بالهيصه دي. بس معظم الناس يا فندم 90% من اللي داخل الماتشات ما في دماغهم. بس انت لو كلمتني كامن اقول لك انا مش مقتنع بكلامك. الزحمه، لا هو عشان الزحمه بس. مش مقتنع بكلامك لان هم خارجين. المشكله يا باشمهندس عدلي مش جوه، هم خارجين. انت شفت عملوا بيطلعوا في وقت واحد. لا بيهتفوا بيعملوا مش حصل بيحصل اي اندساسات يعني، حصل شويه حاجات. أيوة طبعا كل ده يحصل. بس يعني هاو لونج؟ ما هو لا شوف عدلي بي، لابد ان في قرار يبقى تارجتنج يعني، في له توقيت، فاهم يعني؟ انا بقول ان في اجراءات إن الدوله تدرس وتعمل زي ما عايزه، بس توعدني انها مثلا في مارس 2020 الدنيا الناس هتخش. انا كل شويه اقول لك الدور الثاني والدور الاول وبتاع ومفيش حاجه بتتم. وبعدين الانديه المحترفين ده هي دي اساس الكره وروح الكوره. هي اوروبا كلها ايه اللي نجحها؟ مش هو والاقتصاد يوم 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 يا فندم ما نقدر نعمل السيزون تيكت، وان 80% من التذاكر زي بره تكون سيزون تيكت، يبقى انت اقتصادك اقتصاد النادي طبعا 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 عارف دخلك من اول طبعا. وده هيتم بحاجتين مهمين جدا، ان كل الانديه يبقى لها ملاعب محدده، ودي مساله سهله ما زالت صعبه ليه مش عارف. انا لما بقى لي ملعب محدد يبقى انا عارف ان انا
هسوق الكراسي دي للناس دي. لكن لو انا ماليش ملعب هسوقه ازاي؟ الكرسي اللي انا مش عارف هو فين. هعمل ايه يا باشمهندس عادلي؟ جننوك الراجل رئيس الاستاد امبارح اما تصريح قال لك احنا جاهزين لانه الاهلي والزمالك يلعبوا عندنا في الاستاد. طب سالت الامن؟ هتمشي هتمشي ولا مش هتمشي؟ مش هتمشي. يبقى انت بتقول كلام في الهوا. يعني انا بقول لك يا باشمهندس عادلي، يعني انا راجل بوليتيشن سياسي، يعني اشياء كثيره يجب ان نوضع لها حد وتحل في توقيتات معينه تريحك. البلد دي مش هتريح الا كده، خد الاجراء اللي انت عايزه. يعني البلد دي مش هتريح الا لما انت في مشكله عماله تنزز عليك طحى سايح دم. انت مش قادر حتى تلمسها. الله. طب وبعدين يا جماعه؟ يعني هل يتصور ان احنا مثلا مصر تقعد تلعب كره من غير جماهير كده؟ يعني حاجه تجنن النهارده. ده ياخدنا بقى للسؤال. مصر بقى لو راحت لو راحت دوره طوكيو الاولمبيه 2020 يا دكتور، تبقى كملت 100 سنه الكره المصريه في الاولمبياد. تصور 24 اول سنه 1920 20 بالظبط. يعني انت في عراقه بعد كده 100 سنه. لا طبعا طبعا طبعا، لو طول عمر جماهير الكوره بتتخانق وبتضرب. ده انا ايام الاسماعيليه دي وانا صغيرين كده، الجماهير الاسماعيلي تخبط في بورسعيد وتكسر له. بمناسبه الاسماعيلي بقى، ايه راي حضرتك الوضع الحالي؟ نو كومنت ماليش. الوضع الحالي حضرتك مش راي فيه؟ متابعه قوي، ويعني ما يعني زي ما نقول كلمه دام لديهم الافضل. مؤكد. مش كده ولا ايه؟ يعني حضرتك ما فيش استعداد ان انت تهتم بالملف ده معاهم خالص حتى من قبل الاستشاره؟ انا بيكلمني المهندس محمود عثمان كل شويه، ما يبقى في مشكله بيكلمني. بس انا انا بقول ايه، مش عشان اتكلم عن نفسي يعني. عندكم وزير رياضه كان خايب، اسالوه يا ناس. يقول لكم حاجه بس لو انتوا عندكم مشكله. واخد بالك؟ كل واحد جاي فاهم ان هو رئيس وزراء الرياضه في البتاع. وانا دايما ليا كلمه كده، لها رب يحميها. يعني اسمع لك، كنت محافظ وقد كده كبير وعدلي وسام، وانت عارف بعد ما مشيت لها رب يحميها. ما رحت شباب ورياضه ومشيت برضه لها رب يحميها. ما حاولش اتدخل بقى وجع دماغي واخش وبتاع، لانه اسماعيليه بالنسبه لي حساسه جدا. الناس بتحبني جدا وكل شويه يزعقوا لي، انت ما بتدخلش اسماعيل، انت ما بتعملش، انت مش عارف ايه بتاع. حد سالني وانا قلت لا بقى مثلا. لكن انا محمود عثمان الحقيقه علاقتي بيه صديقه جدا، انه محمود طبعا. هو شخصيه رائعه، جميل جدا. محمود شخصيه رائعه، وانا حاولت انه يخش رئيس النادي وقلت له محمود انا نجحك تزكيه وبتاع، فقال لي طيب. وبعدين فاجئني بره قال لي انا المهندس ابراهيم هيخش. قلت له خلاص صاحب قرار، انت حر يعني. لكن ايه اللي بيجرى؟ طب ممكن اسالك سؤال؟ كيف يمكن يبقى في مشكله اقتصاديه لنادي بلده بتعشق الكره؟ شوف شوف يا عادلي، الاسماعيلي ده محظوظ. هقول لك ليه. في الستينات كان عندنا، ما بدا النادي كان عمك مرتضى الراجل رئيس النادي، وانور راجع ده، والناس طيبه وبتاع مش عارف، كانوا بيصرفوا 10 جنيه مش مشكله. وبعدين جابوا حافظ كان اسمه الفريق حسن عبد اللطيف. وكان عنده سكرتير عام شخصيه رائعه الله يرحمه حمزة فلاس. فبدا يعني ياخد باله من النادي ويصرف على النادي، وكان فلوس قليله طبعا جدا. وبعدين تقرر ان المهندس عثمان احمد عثمان يخش. العصر الذهبي. لانه المؤهل العرب اللي كانت بتصرف، عادش بيصرف من جيبه يعني. تمام. فبقى المهندس عثمان تولى النادي. ده حصل لي مشكله الدكتور جنزوري لما جاء قال لي انا عايز فلوس المؤهل العرب بتاعت الاسماعيلي، الديون الاسماعيلي. بعد كده انا ما جيت محافظ انا بقيت اصرف على النادي الاسماعيلي. قلت لهم الصاله، عملت لهم مش عارف ايه، وبقيت صاحبك يخلي ابراهيم دي الصوره دي ابراهيم منيسي يشتمني علشان انا جبت الواد الصياد بتاع الكوره ولا مش عارف. ما هو شوف مجد الصياد من دمياط. دكتور شايل الدكتور عماره بالنسبه لي كان جيم انا وهو، بس جيم غير متكافئ. واحد لا وحش وانا بجتهد. بس عادي برضو خد الناس، انا كنتش موجود في الفتره دي يعني. يعني خد، انا جبت اللعيبه دي كلها. ده دوري ال 92
لما الاسماعيلي فاز بالبطوله 2-0. ده العربيه كان احمد جويلي محافظ العربيه. انا كنت مشيت قبلها بشهر. انا مرات اسماعيليه شالوا العربيه. شالوا العربيه طبعا. مراتي كانت جنبي والله. انا ده كان اول دوري. لا ده دوري اول دوري مع عثمان بيه في الستينات. ده كان دوري. انا كان ثاني دوري. يعني كان يوم شهير يعني. حاجه حلوه يعني. ايوه. وعملنا برضو فيها خطه مش هحكيها بقى ازاي لعبنا الماتش في المحله وازاي عملنا هنا وجبنا هنا وحاجات قصه كده. ما بقول لك قعدت لاعب عدل الخيعي. لا عدل في ايه؟ عنده القرار. طب حسن حمدي ودته. لا وكان مجنني الحرب. الدهشوري كان مجنني. بيعاند في كل حاجه يعني. فاياميها كان في مشكله كبيره في الماتش ده اللي هو بتاع الماتش الفاصل. الفاصل ده. لانه احنا كان الماتش عندنا في الاسماعيليه. وطبعا اصحابك عندهم بقى الكتابات وايام 67 وحصل مش عارف. فاكر القصه لما رحت معسكر الجلاء وكان معذورين والناس كانت جوه الملعب وبتاع. فانا قلت اسماعيلي. فكلمت حرب بدات داخليه قالت لي لا ما مش الاسماعيلي. فقلت طيب. هو كان ماتشين. ماتش في القاهره وماتش في الاسماعيليه. كلمني اللي هو حرب قال لي تعالى لي. رحت لقيت بقى كان ايام راح المهندس رحيل. ده غير بتاع اسكندريه. لا غير بتاع اسكندريه. بتاع المحله. المهندس رحيل بقى. لا ما كانش رحيل رئيس النادي. لا دي يبقى مره ثانيه. اسكندريه 94. اسكندريه هي دي تتكلم عليها. انت دي. فانا المهم ايه قلت قلت الشرقيه. اقرب. فاساتذه طبعا قال لك الشرقيه ده خطوتين الاسماعيليه. لا مش لاعبين. فكلمت شحتة قلت له شحتة طلع روح امي وابويا انت عايز تلعب فين؟ قال لي المحله بوشه حلو عليا. فكلمت عبد الحليم موسى وكلمته مبارك بقى رئيس مبارك. كلمت رئيس مبارك. طبعا. قلت له وزير الداخليه مش عايز مش قادر يحمي ماتش. عشان ماتش الاهلي والاسماعيلي محله مش راضي مش عارف. فراح واخده واحده خد بالك ولعبنا في المحل. يوميها كسبنا الاهلي والاسماعيلي في المحله بقرار من رئيس مبارك. هو لا يا لا بناء على طلب عرض حضرتك الوزير المختص. طبعا. انما الثاني اللي بيتكلم مش باشمهندس علي ده بتاع اسكندريه. ده قصه ثانيه خالص برضو لانه ولا فيش نقول الحكايه كده يبقى نقول. المهم ما علينا. احنا الفكره كلها ان الاسماعيلي عنده كل المقومات ان يحصل له رعايه ثقيله. طبعا. فرقه تفرح ولو توفر لها الفلوس بتعرف تجيب اللعيبه وما تقوليش يعني انك مش هتكون موجود برضه في القصه دي. عندك كل المناطق. انت الشرقيه اللي كلها اهلاويه اكتر لعيبتك من الشرقيه. يعني المساله انك بتتحرك صح في قطاع الناشئين وبتجيب مواهب موجوده بس لازم يحصل انفاق. نفس الشيء دلوقتي انا بقول ما فيش نادي شعبي لا يستطيع ان هو يحل مشكلته الماليه. استاذ عدلي انت دي مقاله الدكتور عماره النهارده في مصر. ده موضوع مهم جدا على الانديه الشعبيه اللي بتحتضر وضروره. كلمت الوزير اشرف دلوقتي هو بيكلمني قلت له اشرف لازم تشوف حل فيها. يعني ما ينفعش اصل انت عدلي بيه انت عندك هم ده المقاله النهارده الحقيقه. عندك 7 انديه 5 هينزلوا. يعني هم في الدوره الاولى دي. هينزلوا 5 انديه. وارد جدا ان الترسانه تنزل. والمحله تاني. تنزل. طبعا ده تنزل درجه اولى. مش اولى درجه ثانيه. المحله دي هتنزل ثانيه يا باشمهندس. دي كانت مرعبه. طبعا كانت الدوري كلنا. وعندك المنصوره وعندك الترسانه وعندك السويس. وعندك طنط. يعني عندك دي شعبيه. الاولمبي والسكه الحديد. والاولمبي يعني سكه الحديد. فانت عندك مشكله كبيره جدا لازم يشوفوا لها حل يعني. دكتور عماره يعني كل محافظه فيها صناعه وفيها شركات ثقيله. السويس مثلا بلد غنيه جدا بس يعني عمرهم ما بيساعدوا النادي. لا ده انا عايز اقول ايه؟ لابد ان يبقى في جزء من اموال الشركات دي تروح رعايه للانديه وتاخد مقابلها مش تروح ببلاش كده. ما تروحش تبرعات. تروح في حاجه اسمها باكج باقه. ازاي اخد حقي منك واحط. لا هو باشمهندس عدلي انديه القناه احنا كنا بنضغط ضغط كبير جدا بس الراجل الفريق ماميش راجل محترم جدا الحقيقه كان بيدي الاسماعيلي اظن 5 مليون وبيدي مدن القناه
رؤساء الهيئة قبلها ما كانش حد فيهم برد دفاع خالص يعني. مثلا وبعدين انت عندك الشركة الراعية ما بتجابلهم اتوبيسات وجابلهم فلوس بياخدوا 40 مليون جنيه في السنة يا باشمهندس عدلي. يعني عندهم حاجة كويسة مش وحشة. يعني قصدي في دخل دلوقتي ما تقولش اسماعيلي ما عندوش. وبعدين بايع لعيب بقى متولي بكام؟ لا هو هو لا السنة دي عامل صفقات جامدة. طيب السنة دي داخل له 70 80 مليون جنيه ولا حاجة. طبعا مش كده؟ يعني عندك والراعيه بتدي له 40 دخل في 100 مليون ولا حاجه. لا يعني اسماعيلي ماديا ده اللي انا اقصده مش اسماعيلي بس. والحقيقه الاسكندريه في الانديه الشعبيه بتاعتها والله يا باشمهندس عدلي والله شوف الكلام. انا كنت متولي انديه حتى نادي باكوس في الشرق في الاسكندريه فاكره الانديه الشعبيه بتاعت اللي الصغيره دي تبديهم فلوس. وانت تذكر ان الجهاز الفني في الانديه دي كلها الشعبيه كنت بدفع مرتبات من عندنا من الوزاره يعني. ما فيش نادي بلديه المحله الترسانه كل الانديه دي انا كنت بدفع مرتبات من عندنا. واذكر برضو جالي فكره مجنونه قلت ايه لما في لعيب عايز تقترف بره يا انديه يا اهلي يا زمالك لو سمحتوا انتوا هتاخدوا عايزين مليون تبيعوا الواد مليون انا مستعد ادفع المليون بس هو يطلع. ما حدش عبرني يا طبعا خالص عشان تشجع الاحتراف الفريق. بس انت عندك مشكله كبيره. انديه شعبيه لما ينزل خمس انديه باشمهندس عدلي دي ماساه. يا اخي يا دكتور اللي بينزل ما بيطلعش استحاله طبعا استحاله يعني بيغرق. الترسانه مش عايزه تطلع ومش قادره تطلع وكل سنه نادي بالعراقه دي كان بعبع كل الانديه. و لسه شايف مصطفى رياض كان عندي في اسماعيليه قلت له انا بكرهك انت مصطفى انت استاذ الله يرحمه. قال لي قول له نبقى راعينكم اتنين وفجاه تروح اجيب ثلاث جوان تك تك تبقى ثلاث جوان في الاسماعيلي. لا لا كان حاجه مرعبه حاجه جامده جدا الانديه كلها صراحه. طبعا هذا كان بيتعبوا قبل ما نخش بقى على واقع الكره المصريه ومدى استمتاعنا بيه والدوري والبطولات المحليه ورؤيتك للكره بتطلع ولا بعد الفاصل. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مع الدكتور عبد المنعم عمارة رأيه إيه في تجربة الأهلي وريني فايلر والمنتخب الوطني ومحمد صلاح بعد الفاصل. رجعنا لكم والحديث مستمر مع قامة كبيرة وخبرة عميقة ويا رب نستفيد منها كلنا. دكتور عبد المنعم عمارة علاقتك ايه بالكرة دلوقتي؟ بتستمتع بيها زي الاول؟ شايف المستوى عامل ايه؟ الى تقدم الى تراجع؟ انا باشمهندس عدلي ما بشوفش للاسف غير الكرة الاجنبية. ده موقف. ويوم السبت والحد مجند ان انا اقعد في البيت لا اروح شمال ولا يمين ولا اي حاجة اتفرج على ماتشات سبت وحد. السبت العظيم. اتفرج على مين؟ انا ما اتفرجش على اسماعيلي حتى. ياه. والله يعني ما اتفرج على حاجه. اتفرج على ايه؟ ناس يتامى معهمش حد بيلعبوا لوحدهم مفيش ناس بتسلم لهم ولا مناخ كله مش شايف ان هو يبرز يعني. مره مباراه كانت ايه الناس فين؟ ما عندناش فكره هي الناس فين؟ الكره الصامته. مش ممكن يا راجل مش ممكن. لا لا وده على فكره في ترند برضه ماشي في مصر يا باشمهندس عادل ابراهيم انه الجماهير دلوقتي ما بتتفرجش على الدوري الاوروبي. ده الشباب وده خطر يا دكتور. شباب تعصبوا دلوقتي للانديه الاجنبيه هيعدي تعصبوا للانديه العزوف ده عن الكره المصريه ده مش ده شعبيا خطر؟ طبعا انا معاك بس انا شايف بضاعه حلوه تمنعني منها ليه؟ يعني انا بروح المحل الفلاني المول الفلاني في فلان الفلاني. طيب احنا كنا اتكلمنا برضه يا دكتور في فيما يخص النادي الاهلي والمهندس عدلي اشار انك انت من اساسيات النظام الاحترافي المنضبط لكل نادي يبقى له ملعب لكل نادي يبقى له استاد لكل نادي تبقى له خصوصيه في ملعبه. عشان كده مجلس اداره الاجتماع الاخير وافق على سفر المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الى مؤتمر ويمبلي عشان يعرض فكره استاد الاهلي. معنا على الهاتف المهندس محمد سراج. باشمهندس اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ ابراهيم. تحياتي وتحيات المهندس عدلي والدكتور عبد المنعم عمارة ضيفنا الكبير. تحياتي طبعا دكتور عبد المنعم عمارة يعني طبعا وجهتنا المشرفه دائما يعني وتحياتي للبشمهندس عدلي اخويا ولحضرتك يا استاذ ابراهيم.
اتفضل يا باشمهندس. فهمنا يا باشمهندس محمد، واضح ان الموضوع للسيد بيتطور، وفي يعني داخلين بشكل جاد في الموضوع. فهمنا الزياره دي عباره عن ايه؟ والله يا فندم عدلي، والموضوع ده يمكن كان مترتب من شهور فاتت. يعني احنا الدعوه دي جت لنا مؤتمر ويمبلي، ده بيتعمل كل سنه في لندن، وطبعا بيكون اكبر منتدى يعني خاص بالاستادات وكل ما يخص بقى تطوير الاستادات والتصميمات الهندسيه للاستادات اللي هو اخر حاجه ما توصلوا ليها يعني. فبيكون مستبقى طبعا متميز جدا ما بين الانديه العالميه الكبيره والشركات المتخصصه في البناء وفي التطوير وفي التمويل. مستبقى هناك كبير لكل الانديه والشركات دي، والانديه اللي بيبقى عندها استادات جديده او عندها رؤيه للتطوير حتى للسد بتاعها بتعرض يعني رؤيتها هناك. حصل ده مع برشلونه قبل كده ومع توتنهام ومع روما. على جدول اعمال المؤتمر في ويمبلي يا باشمهندس مشروع استاد الاهلي. بالظبط، هو موجود يعني احنا مش موجودين كمدعوين عادي او كنادي الاهلي مجرد مدعو عادي، لا هو موجود في جدول الاعمال الخاص بالاستادات اللي هتطرح رؤيتها على الناس المتحدة. يعني انت رايح تعرض فكرتك عن ورؤيتك وتستفيد اذا كان في حاجه تقدر تستفيد منها في الرؤى الاخرى. بالظبط، يعني اللي هو بالظبط يا باشمهندس عدلي عباره عن منطقه زي المنتديات بقى العامه في مختلف المجالات، بس ده بيبقى متخصص في الاستادات، بتشوف كل يعني احدث حاجه توصل اليها العلم في الموضوع ده كالناحيه التسويقيه كالناحيه التمويليه كالناحيه الهندسيه، كل ده بيكون متواجد هناك. واحنا كان هدفنا يعني من وراء تلبيه الدعوه دي اللي كانت في شهر ابريل الماضي، احنا بنحط النادي الاهلي دايما في المصاف في الانديه العالميه، ولما نروج لمشروع زي ده احنا مش عايزين نروج له في النطاق المحلي او النطاق الاقليمي، لا احنا عايزين نروج له على النطاق العالمي عشان يبقى يعني على مرأى ومسمع الجميع في دول العالم مش بس في النطاق المحلي او القاري. يعني احنا دلوقتي اقتربنا مثلا ان احنا نعمل كراسه شروط ونطرحها برؤيه محدده، ولا بعيد قوي يعني؟ لا هو ان شاء الله مش بعيد، احنا يعني على غرار بقى الدعوه دي طبعا بخلاف يعني الدعوه، كان في لجنه مشكله من مجلس الاداره حوالي شهرين، واللجنه دي طبعا بتضم معايا بتشرف بقامات كبيره زي دكتور سعد شلبي مستشار التصوير النادي وباشمهندس سامح علي كامل مستشار الهندسي، ومعانا كمان مريان الكساس في اداره التسويق. اشتغلنا الحمد لله على رؤيه كامله هندسيه وتسويقيه وتمويليه لشكل المشروع ده، يكون في اكتر من مصدر للتمويل، مش هنعتمد على مصدر واحد يعني او على حاجه واحده. فان شاء الله الرؤيه الكامله دي هتعرض في المجلس القادم طبعا زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي وقامتنا يعني اللي بنتعلم منها. ما نقدرش طبعا نفصح عن حاجه زي دي دلوقتي، ما نقدرش نقولها دلوقتي يعني، لازم تعرض الاول في المجلس اللي جاي، وبعد ان شاء الله ما تعرض في المجلس القادم هتبدا انها تطرح بقى بشكل اعلامي اقوى يعني كده. لكن اللي اقدر اطمنكم عليه ان هي رؤيه كامله لكافه جوانب المشروع اللي احنا باذن الله بعد اعتماد المجلس ليها نقدر ان احنا نتحرك وناخد خطوات. حضرتك تحب تستفسر عن حاجه؟ لا اصل انا مش واضحه لي العمليه، لانه مثلا هل هي زي المعارض اللي بتتعمل في معارض الاتصالات؟ انت سامع دكتور عماره؟ معارض الاتصالات بتعرض كل حاجه، معارض السيارات، بحيث ان انت بتروح بتعرض حتى كنادي اهلي، ودخول نادي اهلي كاسم طبعا شيء حلو قوي وكويس جدا. بس انا اتمنى كم درجه ما زعلش حد مني حد، يعني موضوع النادي استاد نادي اهلي ده موضوع ملح وفي كلام كتير ويقف، كلام كتير ويقف. انا شخصيا كان في يوم من الايام قلت الله الجماعه دول بيبنوا اسطلتين وانا ساهمت فيهم على فكره، ما كان عملوا استاد احسن. ايامها قلت الكلام ده، مش عارف قلت لحسن حمدي ولا حد من الحاجات دي يعني. فهي الفكره انه طبعا فكره جيده ان يبقى في تواجد للنادي الاهلي والاسم يبقى موجود والخبرات تبقى موجوده. سامع يا طب فكره مؤتمر ويمبلي يا باشمهندس؟ معلش انا اسف اكون بعيد. طب انا هلخص لك وجهه نظر الدكتور عمار في سؤال محدد.
هو ده أشبه بمعرض يعني، الناس بتعرض رؤاها، واللي ممكن اللي انت ترجع بيه زيادة، هل مجرد أفكار ولا مجرد ولا هيكون علاقات بشركات منفذة وشركات ممولة وشيء من هذا القبيل يعني؟ لا هو مش معرض يعني، هو مؤتمر كبير، وزي ما قلنا مقام في أكبر ملعب في العالم اللي هو وينجي، وبيكون في ملتقى لأندية كبيرة جدا. مين اللي بينظمه يا باشمهندس؟ مين اللي بينظمه؟ شركة. هو طول ما اتحرك تابع لويمبلي يعني، القائمين على هيئة استاد ويمبلي. هيئة استاد ويمبلي هي اللي بترعاه. طيب ايه اللي موجود في جدول الأعمال تاني بجانب استاد الأهلي؟ ايه اللي موجود؟ لا يعني احنا الدعوة اللي جات لنا معرفش انت عارضينها ولا لا، انا مش شايف احنا عارضين الجدول الأعمال كاملا. في كذا نادي عالمي بيعرض يا اما مشروع استاده، زي اعتقد ايفرتون يمكن بيعرض الاستاد الجديد بتاعه، في اكتر من نادي بيعرض ما بين استاد هيطوره. يعني انت رايح تسوق والارسنال تسوق؟ لا لا، طب برين ستورمينج بيشوف احدث لا هو مش برين ستورمينج، الدعوه نفسها موجود فيها برشلونه، باريس سان جيرمان، موجود تشيلسي. الدعوه نفسها لو ينفع ارسنال هتلاقوا الانديه المذكوره مكتوبه، حتى دعوه النادي الاهلي كنادي القرن في افريقيا. ايوه وموجود الانديه العالميه الثانيه اللي مشاركه معاه في المؤتمر ده موجود. يعني هي دعوه جت لكم؟ ما بقول لحضرتك يا دعوه جايه لنا من شهر جديد، لكن احنا عشان بس تبقى رؤيه واضحه، احنا عندنا رؤيتنا الخاصه بينا اللي هتعرض في المجلس القادم للمشروع ده من اي تو زد، تمام؟ لكن وجودنا في المؤتمر ده ان احنا تاني مش بنعمل برين ستورمنج ولا لسه هنفكر احنا هنعمل ايه ولا لسه هنشوف وهنستفيد. انت تجاوزت المرحله دي؟ احنا خلاص تجاوزناها من زمان، عارفين احنا هنعمل كويس قوي، وعارفين هنبدا في الموضوع ازاي وهنطرحه ازاي. احنا بنروج ليه بشكل عالمي، بمعنى ايه؟ ان انا بحطه على الاجنده العالميه، بدل مع احترامي ان انا اجي اروج له هنا واعمل مثلا مؤتمر صحفي هنا محتمل الاحترام يعني على النطاق المحلي او على النطاق الاعلامي المحلي او القاري، انا بحطه حته ثانيه بحيث ان انا ابدا اروج له لشركات عالميه شركات مطلوب ثاني، يبقى دي بدايته طلع منه. يعني انت تقدر تستفيد منه، انك انت تقدر تجيب تمويل وتقدر تجيب بمجرد ان انت اتحطيت في الكاتيجوري ده. لا المساهمين يعني في الشركات. انا طبعا عايز اقول لحضرتك ان احنا دي قصص معينه دي هيوضح المجلس القادم، لكن انا تاني احب ان انا اروج المشروع زي ده يتحط في مطاف الاستادات والانديه العالميه المحليه او القاريه، ده الهدف من وراء المؤتمر، لكن مش هدف من وراء المؤتمر ان انا هرجع من المؤتمر هقول انا عرفت انا هبني الاستاد ازاي. لا يعني احنا عارفينها دي بجد. انت رايح برؤيتك. احنا رايحين برؤيتنا ان احنا بنحط الاهلي في المصاف ده. انت دلوقتي اهم حاجه حاله من يا باشمهندس محمد، اهم حاجه كانت محيره الناس كلها اما جت الرؤيه بتاعه الطرح اللي اتعمل في المؤتمر ايام الانتخابات، المشروع كبير قوي ده، كان المساله ان احنا بندور على الارض التي تصلح لاقامه هذا المشروع. احنا استقرينا على دي ولا لسه؟ مستقرين عليها ان شاء الله. خلاص دي خلصت. انا بقول لحضرتك احنا انا بدات كلامي قلت لك في رؤيه هندسيه. طب رؤيه مسموح انك تقول لنا على المكان ولا لسه؟ لا ما اقدرش، لان بقول لحضرتك انا الموضوع الهندسي او التسويقي او التمويلي اكتوبر التجمع في المجلس اللي جاي المجلس القادم، لكن كل ده محدد. وتاني عشان الفكر بتاعنا مش معتمد على ان احنا على جهه محدده او على، لا في اكتر من مصدر للتمويل. احنا درسنا اكتر من 20 استاد على مستوى العالم، درسنا اكتر من 6 طرق للتمويل، اخترنا ما يناسبنا منها، وان شاء الله يعني هتكون الاختيارات بتاعتنا دي مناسبه للسوق المصري، مناسبه لطبيعه النادي الاهلي، مبنيه على مقومات النادي الاهلي التاريخيه والجماهيريه وقوته التسويقيه. فاحنا الحمد لله يعني عملنا دراسه شامله لكل حاجه، وباذن الله ده هيكون المنسب. لكن تاني المؤتمر ملوش علاقه بده، مؤتمر احنا تتوقع امتى يا باشمهندس محمد ان اما ترجعوا تاخدوا القرار؟ بلاش سؤال. ان يبقى في مؤتمر للاعلان عن خطوات التنفيذ. برضو الجدول بتاع
لا سيبك بقى خلاص من المؤتمر، انا بتكلم انا عايز اطمن الجمهور احنا قربنا نطرح الموضوع ده. ماشي بقول لحضرتك التايم بلان مش مؤتمر، التايم بلان اللي هو الخاص بالمشروع نفسه ده موجود من ضمن الرؤيه بتاعتنا، احنا محددين كل حاجه في الرؤيه اللي احنا هنطرحها بالمواعيد، امتى ان احنا نخلص الدراسات بتاعتنا، امتى نبدا، امتى نعلن، امتى نخلص الاستاد، كل ده يعني اول حاجه في الرؤيه بتاعتنا مستنيين فيها حاجه، فكل ده موجود فيها، لكن انا ما اقدرش اتكلم في تفاصيلها، انتوا فاهمين ده كويس مش هينفع اتكلم في تفاصيلها، لكن ده احنا بنطمن الناس ان احنا الحمد لله اشتغلنا باسس علميه مظبوطه، حطينا بلان استثماري برضه مظبوط، مش عشوائي يعني، او قلنا ان احنا هنعتمد على طريقه واحده وخلاص، لا درسنا اكثر من طريقه، عملنا مزيج ما بينهم، الموضوع مدروس بدقه ومساير ومطابق السوق المصري وقابل للتنفيذ، ده اللي اقدر اقوله. تمام. المهندس محمد صلاح هتعرض حضرتك في الجلسه الجايه لمجلس الاداره التصور الكامل مش كده؟ ان شاء الله، بعدها بقى نقدر طبعا من خلال الاستاذ شريف وائل المتحدث الرسمي والمركز الاعلامي للنادي احنا نعلن كل بقى. عايز يسيب المتحدث الرسمي يقول. تمام. نشكرك جدا. السفر يوم كام يا باشمهندس؟ نعم السفر لويمبلي يوم كام؟ السفر هيبقى يوم 24 نوفمبر. المؤتمر من 25 ل 28 ان شاء الله. ل 28 كل التوفيق المهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره. ربنا يخليك، ويعني انا بس تمنياتي بقى متفيضه بالشفاء للاعبنا الجميل حمدي فتحي طبعا، يعني خبر سيء جدا وده لا الف سلامه عليه صحيح انقطع في غضروف ركبه حمدي فتحي. حاجه الشفاء العاجل يا رب ويحفظك. غضروف سهل هو يعني باذن الله ان شاء الله يعني اصابه. شكرا المهندس محمد بسيطة سراج عضو مجلس اداره لا الغضروف طبعا ابسط كتير من المشاكل الاخرى. اصابات يعني الملاعب بقت صعبه قوي، المجهود كتير المجهود كتر والمنافسه بقت صعبه زنقت طيب. المهندس محمد سراج دكتور في الجامعه الامريكيه واخد الدكتوراه بتاعته من جامعه ريال مدريد في انشاء الاستادات، يعني ده تخصصه العلمي. فالحقيقه عنده رؤيه هو من الشباب اللي تحت السن. لا ما انا شفت صوره. لا انا بقى انا بس متصور ان انتوا يعني كراجل مشاهد من بعيد يعني. انا متحمس من زمان ان النادي الاهلي يبقى له استاد. كنت زعلان جدا او الزمالك يعني الزمالك همشي وبتاع وهو ده الحل السحري. انا اديته الاستاد بتاعنا لانه كان ممكن ما اقدرش ابني يعني. فانا متصور انه اتس تايم انه يبقى في تحديد معين. بس صعب انك لما عشان حد ساله صعب ما اقدرش تقول امتى وازاي وبتاع مساله يعني ايكونومكس فلوس. لا ما حد لا انا فاهم. لا انا عايش في القصه وفاهم انها فلوس، لكن انا متصور ان انا لما اطرح ويبقى الشركات العالميه الناشونال والمالتي ناشونال كومبانيز عارفه ان انا طرحت رؤيتي واتناقشت في مؤتمر زي ده بهذا مش مؤتمر او في مضمار زي ده واتحطيت في الكاتيجوري ده، المسائل بالنسبه لنا هتبقى اسهل بكتير في الاقتناع والاهتمام. لا هو شونز يا باشمهندس ده دربي شمشيم وهو هيجري وراك طبيعي. هو اللي انا فهمت المؤتمر ده احترامي طبعا له، انا تقدير خاص طبعا انا ما اعرفش زي باشمهندس سراج انه غالبا انه بارتيسيبنت شركات يعني أيوة. انت لما تعمل معرض للسيارات الناس تروح للسيارات تشتري سيارات. الجدول اللي عمله دكتور اللي انا شفته من الباشمهندس محمد قبل الهوا، الفكره كلها ازاي يحصل تبادل خبرات بين القائمين على الملاعب العالميه المختلفه. ممكن الفكره مثلا برشلونه هيعمل تعديل في الديزاين بتاع ملعبه، الارسنال هيعمل بعض التعديلات، توتنهام هيعمل استاد جديد، تشيلسي هيعمل تعديلات، فكل واحد بيروح بيعرض وصل لفين وعايز يعمل ايه، فيها نوع من تبادل الخبرات. ما عملتش حاجه وصلت ليه لا وفي ملاعب كتيره بقى في كتيره من الانديه العالميه نيو ستاديوم كله رايح علشان يعرض ملعب جديد لسه له. هو عمل متواصل بقاله سنه. انا بقول اصل انتوا بداتوه بسخونيه ايام مجلس اداره ما اجتمع. وكان في ظروف حلم الناس. انا شخصيا كنت بحلم ان انا اشوف صراحه انا كان نفسي تعمل اياميه هي كانت بالك يعني جاميه، كنت بدور ان انا ممكن اساعد اديهم حته ارض كبيره واكلم الوزير المختص ويبيعوها.
هتجيب كم مليون بتاع يقدروا يبداوا بيها بستيج مرحله من المراحل. هو لو عندهم بيني وبينك عندهم ارض كبيره، خد بالك كبيره، وغالبا عندهم واخدين ارض كبيره يعني فدان هيبقى 20 30 فدان ولا حاجه. الاستاد الاستاد نفسه 20 30 لا لا احنا واخدين حاجه 50 فدان في التجمع بس ال 130 فدان بتوع الشيخ زايد ما اعرفش هل يسمح ببناء استاد فيه، عشان كده انا بساله على المكان. واضح ان هم استقروا على حاجه هيعلنوها بطريقه معينه. بس هو فين في الشيخ زايد؟ ما هو ديبنس، لكن انت كمان اللي بتخش بيحدد الاستاد مش انت، الامن وخروج الناس ودخول الناس والكلام ده كله بيبقى فيه طبعا. طبعا ما عشان كده بساله، ما دي فيها. لكن انا بتصور لو انا عندي ارض كبيره وانا دلوقتي صاحب قرار ان انا اقتصاديا اقدر ابيع واعمل وبتاع، حاضر امول، ما انا بقى لي 20 30 فدان وخلاص وراح دماغي واجيب شركه تاخدهم تعملهم وتساعدني يعني، فاهم؟ ما هو ده شركه قريبه ليا يعني، البي او تي والحاجات دي يعني. وهي دي فكره وده الطرح الاقرب. الله اعلم هم استقروا على ايه، لان المساله واخده سكه. لا بس مش عايزه كلام كتير، مش عايزه كلام، وعشان كده هو متحفظ. احنا بس حبينا ان يعني ده لا كويس طبعا. اسم الغالي يخش هناك يبقى هو كويس. ربنا يوفقه بسم الله ما شاء الله يعني. لا ما دام تخصصه كمان دي حاجه حلوه. نرجع للكوره بقى يا دكتور، حضرتك عازف عن الكوره المصريه. كوره ايه؟ الكوره المصريه. طب نخلينا في المنتخبات، بتشوف بقى المنتخب، ما تقوليش يعني. يعني انا صدقني صدقني انا صدقني ما ما يعني ايه. طب انا هقول لك يعني بصراحه شويه يعني. انا لما اتفرجت على الماتش التجريبيين بتوع المنتخب مصر الاول، انت تقدر تكمل 90 دقيقه؟ لا طبعا هم ما، وخلي بالك هم لا يدلوا على شيء. لا انا بقولش ان هم في عيب عندنا ولا، بس انا ما اقدرش اشوف كده يعني. انا انا مرع وما اقدر. كل واحد يكلمني يقول شفت السيتي عمل ايه وهو ليفربول ايه، حاجه ده ناس فوق السحاب يا باشمهندس عادل، حاجه مش هنا خالص، مش عندك واخد بالك. فانت النهارده بتتفرج على ايه؟ النهارده بتتفرج على ايه؟ بتتفرج على الكوره مين يعني؟ يعني قول لي في كوره كويسه في مصر دلوقتي؟ ما احنا عايزين. انا مبسوط من الراجل المدرب بتاعكم ده فايلر، هيبقى حاجه كويسه. السيستم وانه بيخش في التفاصيل الصغيره والحاجات دي وشخصيته، لا انا من بعيد كده بخبراتي تقول هيبقى كويس قوي. سيبني ان لعبته الثلاث اربع ماتشات كويس، ماليش دعوه بيهم. لان لازم 20 ماتش اشوفه، لكن هو فيري بروميسنج، واعد جدا جدا جدا. هو ده كان السؤال اللي ابراهيم مدخره. لا لا خالص خالص يعني في يعني سعيد بيه جدا، واعتقد انه هيبقى حاجه كويسه. في اي شيء تحب تضيفه يا دكتور عماره قبل لا لا انا استمتعت بيكم وبدعي عليكم عشان انا عيان. لا انا سعيد ما اشوفش علي مده وابراهيم الاهلي والاسماعيلي، لانه ده ملف برضه ما حدش يقدر يتكلم فيه اكتر من الدكتور عبد المنعم عماره. الجمهور احيانا بيوديه لسكه يعني، اذا كان انتقالات لاعبين، الاهلي اخذ من الاسماعيلي كتير والاسماعيلي اخذ من الاهلي كتير. الاسماعيلي انتقلت منه لعيبه للزمالك ربما قد اللي راحوا الاهلي. المشكله ان اللي بيجي الاهلي بينجحوا. لا مش مساله يا ابراهيم، مش مساله لاعبين. هو افتكر كده. لا ماشي كده. لان انا زمان ما كنتش بحب الاهلي ليه؟ فرقه الكوره. ولا كان خد حد من الاسماعيلي. ولا كان حد تاخد ولا حد راح. طب ايه؟ تفسير بقى عبد المنعم عمارة السياسي. انا كنت اخش فصل في وانا محافظ. قول في مين فيكم اهلاوي يدفع؟ قال لهم ارفضوه. فالواد يعيط اجري احضنه ابوسه اقول له يا ابني انا بضحك معاك بهزر وبتاع. لا يعني هي يعني ايه؟ فيها خلفيات اكيد يعني. كومبيتيشن برضه سيبك من ان الزمالك الاهلي ماليش ياخدنا والزمالك خدنا. وده مش صحيح تاريخيا. لا صحيح بس مش اساسيه، اسمه عثمان في حاجه بس مش اساسيه في الموضوع يعني. خد بالك؟ برضه النهارده وانا جاي كانت حد كاتب في الفيسبوك انت مش جاي له رايح الاهلي علمهم على اللعيبه اللي خدونا مش عادل الخيع معاك خد بالك. فلا يعني ده الجيل الجديد ده. لكن الجيل القديمه قوي ليه موقفها مع المنافسه اهلي مش حلو. مدحت الورداني مره قال لي ايه ايام ازمه خدت منه اللعيبه كابتن احمد حسن ما خدناش حاجه. ما هو ايام ازمه الكابتن حسن احمد حسن، فاحنا قاعدين حتى كابتن صالح يعني ساعتها استغرب واتضايق، اصل انا اوديه الزمالك ما ادوش الاهلي لان الزمالك مش بينافسني والاهلي لا مخه. انا سمعت الحوار ده سمعته صالح اتضايق قوي.
كابتن صالح رحمه الله عليه. فهي ممكن تكون ان دايما بطولات الاسماعيلي لازم فيها مواجهه مع الاهلي والعكس، يعني كل الدوريات اللي خدها الاسماعيلي كان في منافسه مع الاهلي طبعا، ما يعني ما كانش الماتش. لا انا تقديري يا باشمهندس علي ايه، ان احنا ما بنعملش عارف زي طرف الصعيد مثلا بين عيلتين، ما بنحاولش نقرب طريقه ما. لا يعني احنا عملنا كتير والله. انا فاكر خطيب مره راح اسمع لي كابتن حسن حمدي وكابتن خطيب راحوا بوفد مره. لا 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 كان في عزا باين حد لا يا فندم احنا لا كتير ده احنا مره في البطوله العربيه حرصنا نعزم مجلس اداره الاسماعيلي في الحفله الختاميه اللي كانت في احد الفنادق القوم. لا يعني انا فاكر ان انتوا رحتوا وحصل لقاء كويس جدا، بس هو بتعزم مجلس اداره الاسماعيلي ما الناس ما بتحبهمش. لا عايزين هو تملي المسؤولين هناك في النادي بينصعوا للجمهور. لا اي اقول لك انا ده انت بتنصع على الفيسبوك عندك. لا بس برضو طبعاً. انت يحصل حضرتك. تقارب يحصل غضب من الجمهور فيروح رايح في سكه وحصل حصل. لا هي فيها حلول طبعا، يعني انا ما اقدرش اتصور ان انت المصري ما لعبش الاهلي اللي مش عارف في ايه الكلام ده كله، ما الدنيا خلصت وراحت من زمان وبتاع، مش لازم يلعب بورسعيد يعني احنا لازم نقرب خطوه، فاهم؟ لازم نقرب خطوه ان يعني بورسعيديه كلهم بيكلموا معذور ما لهمش دور في القصه اللي حصلت دي كلها. شاف ناس ولاد 60 في 70 هو اللي عمل المشكله دي كلها، لكن جماهير بورسعيد كلها لا يعني ما بتشجعش النادي الاهلي، بلاش اقول ما تحبش، ما بتشجعش النادي الاهلي، لكن مين ما يحبش النادي الاهلي يا جماعه؟ كل الناس بتحب النادي الاهلي برضه لازم. لا انا بروح بلاقي جماهير والاهلاويه كلهم بيحبوا الاسماعيلي طبعا. وانا داخل دلوقتي واحد قال طبعًا. انا اهلاوي بس بحب النادي الاسماعيلي وعشان كده مفيش سبب انا مش شايف ما في غير ان البطولات فعلا اصطدام الاهلي. ايوه بس احنا لازم يبقى في حركه مدروسه ازاي نوصل يا باشمهندس. يعني انت اوروبا بعد الحرب العالميه الثانيه الناس كلها اتلمت ورجعوا كلام جميل. لما يكون في حد بيغازي الخلاف بقى يا دكتور، في حد بيغازي الخلاف ده، كل ما تيجي حاجه لازم ياخدوها بسكه. هو شباب الاسماعيليه يحيي شباب القاهره الاهلي فكر منظمه الشباب. لا انا امبارح هيكلموني الاهلي كليه لعب فن ورجوليه مشكله حصلت امبارح حد في الاهلي كان هناك اسمه عمرو انور عندكم؟ عمرو انور كان ماتش للشباب كلموني عليها وانا جاي اتكلم فيها. انا طبعا حصل ليه ما خدتش دي؟ ايه اللي حصل يعني؟ ما اعرفش اللي حصل، لكن سمعت الاذاعه بيتكلموا فيها شباب ورياضه وبتاع اللي حصل ان كان دي حاجه زي كده بتعمل مشكله، انا ما اعرفش التفاصيل والله خالص. لا دي مشكله منطقيه وتقليديه جدا. 99 الاسماعيلي والاهلي، السنه اللي فاتت الاسماعيلي بطل المرحله دي. كنا المرحله دي فالاهلي هو برضه اللي بينافس، هي القصه كده. فالاهلي كان متقدم 2-1 وبعدين مش عارف في ضرب جزاء ولا ايه، فعمر اتحمق على الحكم او كلم الحكم يعني، فما خدتش دقيقه. بس ما كانش في جماهير اعتقد. لا كان في ناس، كان في ما لازم يبقى فيه ان شاء الله 100. ال100 دول لو اتلموا بيعملوا لا يعني شوف انت اسماعيل اللي بيكسب 99 يعني عندك جيل. عندك وبعدين ولدين صغيرين في الرياضه حلوين جدا. بس انا مسكت نادي الاسماعيلي ده 3 اشهر كان بينزل خالص، كان في الدور كان ترتيبه 12 13 14. كلمني المحافظ امير صبر العادي وكان راجل عظيم جدا وقال لي ارجوك انا مش عارف اعمل ايه، انا عندي مشكله ومش عارف ايه. قلت له انت بتتكلم ازاي؟ ده انا بنت قالت لي لو رحت النادي الاسماعيلي يا بابا انا مش هجي لك البيت تاني. قلت له ما اقدرش. فقال لي طب هركع، راح تحت بقى هركع، راجل كبير جدا. قلت له طيب انا 3 اشهر ما فيش غيرها. وفعلا خدته اسماعيلي بقى الرابع يوميها وبتاع. فهي هي الفكره انك انت ان اياميها انا بقى قلت ايه؟ فكره الناشئين دي بسهوله عمرو مجدي كتب لي وده كتب لي يا جماعه. انا قلت اياميها المجلس الاداره اللي معايا يا جماعه انا هحط 5 مليون 6 مليون جنيه لقطاع الناشئين. ولو مجلس اداره وناحيه اداريه وماليه واحنا مالناش دعوه مجلس اداره الحالي. وعايزين اجهزه فنيه وهاتوا من الاجهزه الفنيه اللي انت ده فكر رابطه المحترف انديه المحترفين بالظبط نفس الفكره يا باشمهندس. نفس الفكره. وبيع جبت الله يرحمه سيد مصطفى تفتكره طبعا. ايوه طبعا.
فيعني يعني انت تقدر تحل في الناشئين في اسماعيليه يقول لك اصل مش عارف بيدفعوا اللعيبه ايه، بياخدوا ايه، بيعملوا ايه، الكلام ده كله. لكن اسماعيلي غني بالمواهب فعلا، يعني احنا فعلا مواهب عندنا في حاجات كويسه، مش كله شرقيه ولا كلام ده، مش مزعج. لا لا بيبقى من التل الكبير من حتى لو شرقيه كل دي محافظه اسماعيليه يعني. يمكن احمد فتحي كان من بنها، من بنها احمد وعبد الله جريشة جابه. لا عبد الله اسماعيليه، احمد عبد الله، محمد عبد الله، بنها الاثنين من بنها. محمد عبد الله ده لعب شويه صغيره ومشي ده. وحمزه الجمل كان من شبين يعني برضه. انت في شطاره في ال. لا بس حمزه ما كانش ناشئين، جاب فرقه كبيره على طول. بتكلم على الصغيرين حمزه يعني، دي التجربه بتاعت شحتة ومش عارف ايه ده. ما انا اللي كنت انا ماسك النادي وجبت الناس دي كلها يعني. وبشير عبصمد بشير وكان على ابو جريشه تحب الكوره برضه ب 2000 و3000 يعني، شاريه ب 2000 و3000 ايامها. لا يعني انا كنت لعيب كوره كويس جدا. دكتور عماره كان ممكن العيب هايل، بس ابويا ما رضيش انا الكوره دي. اتجهت للفولي بقى عشان تجيلنا شويه. لا ابويا ما رضيش. الحمد لله عشان كده بقيت وزير. بالظبط. انا سعيد. انت يعني اسعدتنا. الله يخليك. وشرفتنا. ويعني نرجو ان احنا نكون يعني ما رهقناكش زياده عن اللزوم. لا لا استمتعت باصدقائي. لا احنا سعداء جدا. ايوه والله تشرفنا بحضرتك، واسفين ان احنا سهرنا حضرتك كل الوقت. لا بقى خلاص بقى، ما لان اقتربت الحلقه. المخرج راح بكره للدكتور شوفني، فمش رايح. كل الدنيا اتغيرت. لا لا النزول ده باذن الله. لا بس سعيد بيك والله، وسعيد ان انا دخلت النادي الاهلي هنا. بقى لي عمل على فكره عايز اروح مره ولا مره، دخلتش ولا مره. عايز اروح افتكر زمان كنت بقعد فين، دورة الميه والحاجات دي والفروسيه ومش عارف. ان شاء الله الاسبوع الجاي احاول اروح ان شاء الله. تقول لنا بس امتى عشان نكون في استقبالك. باذن الله. باذن الله. تشرف يا دكتور وسعدنا جدا بحضرتك. انا سعيد، شكرا جدا جدا، استمتعت. شكرا جزيلا للدكتور عبد المنعم عماره، وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. واعتقد سعدته كتير بالوجهات النظر المختلفه اللي طرحها المهندس عدلي واللي اتناقش فيها الدكتور عبد المنعم عماره. ونامل الرؤيه التوافقيه فيما يخص اهميه رابطه الانديه المحترفه، اهميه عوده الجماهير للمدرجات، واهميه الحفاظ على الوفاق بين الجماهير خاصه بين الاهلي والاسماعيلي، لانه في النهايه ده صراع على ضم لاعبين، على تحقيق مكاسب، على فوز ببطولات، لكن يبقى الود موصول بين كل الجماهير. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في 11 مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.